وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع. عندي مشكلة الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش. ده لي علاج بالليزر، علاج تجميل. أهلا بكم، هذا يوم مهم للغاية وحلقة شديدة الأهمية. عايز أبدأها بحاجتين مهمين ومفرحين وفي نفس الوقت الحقيقة محتاجين نقاش كبير جدا. دراسة بتقول مهمة جدا في بريطانيا، والبريطانيين على فكرة دقيقين جدا في دراستهم، يعني شايفهم من أدق الناس في العالم. بتقول واضح أن الدراسة رد على فكرة أن الحقن المجهري، الدراسة بتقول كده، بريء من المشاكل الصحية التي قد تواجه مولود على مستوى كل حالات الحقن المجهري. الفكرة الدراسة دي أشرف عليها كتير من الباحثين البريطانيين، قالت أن ولادة الطفل من خلال الحقن المجهري، تلقيح صناعي أو حقن مجهري، ليس له أي تأثير على صحة الطفل في المستقبل، بل بالعكس أنه أطفال الحقن المجهري أفضل صحيا من الحمل الطبيعي. جوردن بيل ده كان مشرف على الرسالة، لاحظ انه نسبة كبيرة جدا من الاطفال اللي مولودين للحقن المجهري خاليين من اي مشاكل صحية بالمقارنة بنفس العدد من الولادات الطبيعية. بقيت بقى الفكرة انه السيدات فوق سن الاربعين، اللي اساسا الحمل بالنسبة لهم في فرص ان الطفل يتولد عنده داون، متلازمة داون، او عنده مشاكل صحية معينة، لقوا انه الحقن المجهري يقلل المشاكل دي بنسبه كبيره جدا. يعني وخلي بالكم الحمل العادي بيخلي الطفل عنده فرص الاصابه بالداون ومتلازمات الشلل الدماغي في الحمل العادي. لو عملنا نفس السن IVF اللي هو الحقن المجهري، تقل نسبه الاصابه بالعيوب الخلقيه بمعدل 70%. رقم كبير يا جماعه. الفكره دي حلوه جدا، فكره مهمه جدا. ده اكيد له علاقه بشكل البويضه الاكيد في الحقن المجهري، بيحرصوا على انها تكون وصلت الى افضل شكل ممكن. هنفهم اكتر النهارده هذا المضمون واكتر في التقنيات الحديثه وازاي الحقن المجهري عالم فيه. هل هناك صراع بين التقنيه الحديثه وبين التدريب، ولا الاثنين بيكملوا بعض؟ هل التدريب والخبره تغني عن التقنيات الحديثه، او هل التقنيات الحديثه تقلل قيمه الخبره والسنين من العمل في المجال ده ولا لا؟ النهارده الضيف طبعا بفتخر انا انه معايا، بيفتخر الدكتور وناس الحلوه كمؤسسه داخل القاهره وناس بانه موجود معانا. وجوده معانا كان اثراء ونقله هامه جدا نوعيه في نوعيه الضيوف، لانه واحد من الرواد في هذا المجال، واحد من الاساتذه الكبار على المستوى الاكاديمي، ومن الكبار جدا في العالم على المستوى الخاص بالحقن المجهري والاخصاب المساعد والنساء والتوليد عموما، استاذ الاساتذه في هذا المجال، ضيفي العزيز واستاذنا الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح. دايما الشطاره والمهاره ليه يحافظ الاسم كويس ويفهمها كويس ويقدر يشخصها، لان هو ده بدايه معرفه الطريق السليم. هي المشكله كلها في تقدم العمر عند السيدات، وجود مخزون مبيض المبيضات نفسه بيكون قليل، وطبعا نسبه الحمل هتقل عندها، لكن ما هياش مستحيله. هل في فعلا ازواج الرجل يعني ما يحملش حيوانات منويه ليها سمه الكروموزوم الذكري؟ زوج مخلف قبل كده كذا مره وصل لنسبه الحيوانات المنويه عنده بقت زيرو. الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعه القاهره، استشاري العقم واطفال الانابيب، زميل الكليه الملكيه لامراض النساء والتمليد لندن، دبلوم امراض الخصوبه جامعه جنيف سويسرا، زميل الجمعيه الامريكيه للخصوبه، زميل الجمعيه الاوروبيه للخصوبه، رئيس مجلس إدارة مستشفى بداية.
ضيف العزيز استاذ الاساتذه استاذنا استاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح. منورنا يا فندم، شرف كبير لنا هذه الزياره. الله يخليك. النهارده موضوع مهم، التقنيه والتدريب، التقنيه والخبره. بدايه انا لما زرتها انبهرت جدا بحجم التقنيات وبحجم الابهار في التكوين، ابهار في التقنيات، ابهار في اوضه عمليات، ابهار في المعامل، ابهار في الميكروسكوب، ابهار في كل حاجه. بس كنت دايما وانت بتوريني كل حاجة بتتكلم على انه فلان الفلاني هو الموجود هنا وفلان الفلاني هو الموجود وده صاحب اسم كبير في كذا. يعني الخبرة والتدريب هنا والتقنية هي طبعا. بص، اول حاجة احنا دايما بنقول لما بتيجي المان باور الموجود في موضوع اطفال الانابيب او الحقن المهاري هو ده اهم حاجة في المنظومة كلها. لما بتيجي تبص لحاجة بارتيكولر زي الأطفال الأنابيب والحقن المهاري والتقنيات الحديثة عامة، كل مجال من المجالات مش بيعتمد بس على أجهزة ولا بيعتمد على شكل أو حاجة، لا هو بيعتمد كمان على طريقة التشغيل إزاي أنك أنت توصل لأنسب النتائج. لما بتيجي توصل وتشوف المنظومة إزاي كلها بتتكامل مع بعض، يعني أنت لما تلاقي مثلا المريض من أول ما بيخش بيستقبله الموظف الاستقبال، بيبدأ يتعمله الفايل، بيبدأ يشوفه طبيب أمراض نساء، بيبدأ يشوفه طبيب ذكورة، بيبدأ يتعمله التحليل كلها في نفس المكان، بيبدأ بعد كده يخش الطبيب الاستشاري، الاستشاري بيحضر له خطة العلاج اللي هيمشي عليها، بيمشي عليها التيم كله، بيجي دكاترة المعمل عارفين امتى هياخدوا يسحبوا منه العينة للزوجة اللي هتعمل بيها التحاليل اللي هتقدر تقول التبويض هيمشي ازاي، اللي بيتابع لها التبويض طبيب متخصص في موضوع في مجال الالترا ساوند دوت اللي هو بيشوفه، بتخش بعد كده دوت لغرفة العمليات لو كانت هتحتاج مثلا منظار رحمي منظار جراحي، الحاجات دي كلها بتتم في نفس المكان. كل حاجة من الحاجات دي بقى ميزتها ان بيتم بيها ناس استشاريين كلهم الافضل في مجالهم في هذا المجال. يعني افضل اطباء الذكور هتلاقيهم موجودين، افضل اطباء النساء هتلاقيهم موجودين، افضل اطباء الاشعه التلفزيونيه والفيتال ميديسن موجودين، افضل اطباء المناظير موجودين، كل دوت موجودين في مكان واحد اللي هي في مستشفى بدايه. وقدرنا ان احنا نجمعهم زي ما تقول تيم ورك دوت، اللي هو فعلا تيم كله واخد الشهادات اللي المفروض انها تتاخد، شهادات كلهم اساتذه في الجامعه كل اللي بيشتغلوا، فبالتالي ده اللي ده ان افضل نتائج بتبقى موجوده عندنا. كله قصر عيني؟ في قصر العيني وفي جامعات تانية يعني، بس الاغلبيه في القصر من القصر العيني يعني. تعصب. لا لا لا، هي جت كده بس، هي في طبعا من كل حاجه. لا تعصب جميل. طب احنا متعصبين القصر، انا معروف ان انا متعصب. عايز اروح لمعنى مهم قبل ما ادخل للتقنيات الحديثه واحده واحده. ليه الدراسة دي بدأت تبقى ليها رواج كبير جدا وخصوصا انها دراسة قوية؟ لا هي بص، القصة كلها انا عايز اقول لك على حاجة. احنا اول ما بدأنا نعمل اطفال انابيب والحقن المهاري من زمان خالص، من ساعة ما لويس براون اتولد سنة 78، كان الفكر كله الطفل ده هيطلع شكله ايه؟ هل الطفل ده هيطلع طبيعي ولا هيطلع مش طبيعي؟ هيطلع فيه مشكلة؟ هيطلع عنده مشاكل بعد كده لما بيكبر؟ الحاجات دي كلها كان في قلق عليها جامد جدا، لحد ما بدأت الدراسات. انت لما بيكون في قلق دايما بتعمل دراسات، لان هي الاطفال الانابيب والحقن المهاري حلوا مشاكل الاف وبالملايين الناس اللي هم بيعانوا من العقم او من تاخر الحمل، اللي هم من غيرها ما كانوش هينفع يحملوا. يعني لك ان تتخيل الناس اللي عندهم انسداد في قنوات فالوب او فصل في قنوات فالوب، السيدات اللي عندهم مشاكل زي مرض البطانه المهاجره، الازواج اللي عندهم قله في عدد الحالات المنويه، كل دول الناس بمئات الالاف وبالملايين اللي اتعالجوا عن طريق تقنيات اطفال الانابيب والحقن المهاري، كل دول ما كانش يحصل لهم حمل. فوانس ان حصل الحمل بقى لازم نبص على بعد كده، هو مش الحمل الهدف، هو الهدف الانجاب بعد كده، والانجاب طفل يكون طفل سليم. فبدا العلماء واحنا كلنا نبص على الموضوع ده، وبقينا نعمل استاديز طويله المدى اللي توصل ل 10 و20 و30 سنه نقدر نشوف بيها اذا كان الاطفال دولت فيهم عيوب خلقيه زايده ولا لا. الحقيقه ما لقيناش ان في اي فرق في اطفال الانابيب والحقن المهاري من الاطفال اللي هم بيولدوا بطريقه طبيعيه اللي هو عن طريق الحمل العادي. نسبه ان يحصل اصابه بصفه عامه بامراض وراثيه هي من 1 ل 3% في اطفال الانابيب، 1 ل 3% في العادي، 1 ل 3%
فهي ما زادتش خالص، بل بالعكس زي ما انت قلت في حاجات بقى تقنيات اللي هي الناس اللي هم الاباف 40، الناس اللي هم اكتر من 40 نسبه الحمل عندهم الحقيقه اقل من العاديين، بس وانس ان هم حملوا كتير جدا منهم بيخشوا في تقنيات زي البي جي دي او ان احنا بي جي اس دلوقتي اللي ده سكريننج، نقدر نعرف اذا كان الجنين دوت فيه مشكله ولا لا، فبالتالي بتقلل نسبه الاصابه بداون سيندروم، لان بقدر اعرف الجنين دوت قبل ما برجعه عند الام اذا كان مصاب ولا لا، ولو كان عارف ان هو مصاب بداون سيندروم ما برجعوش. التقنيه ديت بقت منتشره جدا عندنا، بقينا دلوقتي بنعملها كتير جدا. ولك ان تعلم معلومه بقى، اغلبيه الاجنه اللي بتيجي في اطفال الانابيب هي اجنه مش طبيعيه. احنا بنختار الاجنه الطبيعيه بس اللي بنرجعها، يعني قصدي الاغلبيه بيبقى فيها حاجه اسمها اللي بتتكون في المعمل، يعني ساعات يبقى فيها اجنه كتير مش طبيعيه جدا منها، فبالتالي ناتشورال سيلكشن اللي هو الاختيار الطبيعي اللي مش كلها بتثبت في الرحم. عشان كده ما بيحصلش حمل كتير قوي لما تعمل مثلا واحده تعملها اطفال انابيب وما بيحصلش حمل، فتيجي تسال دايما ليه، بتقول لها احنا قدرنا نوصل النتيجه تبقى دبل او تريبل النورمال، النورمال لو زوج وزوجه سلام تماما نسبه الحمل لا تتعدى ال 10-20% كل شهر وهما الاثنين سلام، فايه السبب ان هو مش كل شهر بيحصل؟ لان البويضه او الجنين دوت ما بيكونش سليم اصلا، فبالتالي ناتشورال سليم عند ربنا سبحانه وتعالى ان هو دي رحمة مش كله بيلتصق، فمش كله عدد والا الست كل والا كان ممكن يحصل كل 9 شهور بالظبط كان ممكن يحصل اطفال مصابين بعيوب خلقيه كتيره جدا، فمن البدء خالص الجنين ده ما بيلتصقش. لما جينا عملنا اطفال الانابيب وبقينا نعمل بقى ايه، ناخد خليه من كل جنين ونفحصها تحت الميكروسكوب، لاننا ممكن نوصل ل 70-80% من الاجنه اللي موجوده ديت مصابه بالانبلويدز ديت او حاجات مشوهه نوعا ما. اللي بيتبقى اللي هم السلام دولت هم اللي بيلتصقوا هم اللي بيحصل منهم حمل. فعشان كده لو احنا قدرنا نحددهم من الاول عن طريق التقنيات الحديثه بقى اللي موجوده دلوقتي، زي التقنيه اللي انت تشوفها دلوقتي في التلفزيون اللي هو بتاخد خليه من الجنين زي البي جي دي، الخليه اللي انت بتاخدها دي بتقدر تفحصها تحت الميكروسكوب وتقدر انك انت تعرف اذا كانت الكروموزومات دي طبيعيه ولا مش طبيعيه، ولو طبيعيه بترجع الجنين، لو مش طبيعيه ما ترجعش الجنين. دي اللي هي بي جي دي بي جي اس دلوقتي. فالتقنيه دي قللت من نسبه ان الامهات دولت ممكن يصابوا بالامراض الوراثيه او الاطفال يصابوا بامراض وراثيه. فالتقنيات الحديثه ساعدت جامد جدا، وكل ما التقنيات الحديثه بقت متوفره مش لازم استعملها لكل العيانين، يعني مش هستعملها لعيانه لسه جايه اول مره بتعمل الاطفال انابيب وعندها 23 سنه مش منتظر ان يكون عندها مشكله، لكن ممكن استخدمها لمريضه مثلا عندها اطفال قبل كده كانوا مصابين بمرض وراثي بقدر ان انا استخدمها لها. انا دلوقتي هدخل في زي ما بيقولوا في الركائز او الاركان، وعايزكم تركزوا وتكتبوا ورانا في ورقة كل المهتمين بالحقن المجهري بالذات يفهموا ان اي مستشفى واي مركز مبني على ركائز معينة في التقنيات الحديثة. اول هذه الركائز، خلي بالكم ان هم هيبقوا 5 أو 6 ركائز، اول هذه الركائز ركيزة مهمة. انا ملاحظ الناس بتستسهلها كدكاترة، شايفين انها حاجة سهلة لكنها حاجة صعبة، شايفين ان هي اي حد ممكن يمد ايده يعملها لكن مش اي حد، و لازم يكون مهاري جدا، وهي المنظار الرحمي. عايز اتكلم طبعا منزل. بص هي القصه كلها، انا دايما بقول ايه، زي اي حاجه في الدنيا انا دايما حتى لما بقول للستودنتس عندي والناس اللي هم اللي بيتدربوا بقول لهم ما فيش حاجه صعبه في الدنيا، بس كل حاجه ليها كيرف للليرنينج او طريقه تعليم. فاحنا دايما بنقول لما بنيجي نعمل سواء هتعمل سونار، سواء هتعمل فحص، سواء هتعمل اي حاجه ليها كيرف في التعليم، المفروض ان كل لما نبدا نعمل اطفال انابيب والحقن المجهري بنحاول نشوف الكافيتي بتاعت اليوترس اللي هو التجويف الرحمي، وده مهم جدا لان كتير جدا من الناس بعد ما بنشوفهم بالسونار بنلاقي عندهم مثلا لحميات صغيره داخل الرحم، بنلاقي عندهم حاجز رحمي، بنلاقي عندهم مايومز او فايبرويدز او اللي هي ورم ليفي ممكن يكون داخل التجويف الرحمي. الحاجات دي كلها بنقدر ان احنا نستخدم فيها المنظار الرحمي من غير ما نلجا الى الجراحه التقليديه، ونقدر ان احنا نستأصله. ودوت اللي خلانا والناس اللي بيبقى عندهم فيلير كذا مره من الاطفال الانابيب تكرار فشل تكرار فشل اطفال الانابيب بنعمل لهم زي خدش في التجويف الرحمي بيزود فرصه حدوث الحمل. يعني في حاجات كتيره جدا قدرنا عن طريق تقنيه المنظار الرحمي اللي هي حاجه بسيطه اصلا، يعني النهارده قبل ما انا اجي لك دلوقتي لسه عامل مثلا 5 أو 6 مناظير رحميه من ضمنهم حاجات علاجيه، وفي منهم في سيدات ما بياخدوش بنج اصلا بتقدر انك تعمل لهم اوفيس استراسكوبي.
فالموضوع كله الموضوع بقى بسيط جدا، وبقت التقنية الحديثة، لان تقنيات ان هم بقى عندنا الاوفيس استراسكوبي دوت بنقدر ان احنا نعملها. الصورة اللي عندك دي زي اللي هو دي طبعا حاجة ديمونستريشن بس كده، زي نشوف اللحمية بتستأصل عن طريق المنظار الرحم الجراحي. وكتير جدا من السيدات قدرنا ان احنا ما نعملهمش عمليات جراحية، يعني حتى السيدات اللي عندهم نزيف شديد بنقدر نعمل حاجة اسمها اندوميتريال ابليشن، بنشيل خالص التجويف الرحمي، البطانة بتاعت الرحم كلها، من غير ما نضطر ان احنا نعمل عمليات. فتقنية المنظار الرحمي دي ساعدتنا مساعدة شديدة جدا، والتدريب عليها بقينا دلوقتي بندرب حتى الاطباء الشبان على التقنية دي عشان خاطر نقدر ننشر العلم دوت لكل الناس. يعني ده اول ركيزة. الركيزة التانية، والناس لازم تفهم برضو وهي داخلة تسأل على الحاجات دي وتفهمها، المكان لازم يكون فيه ميكروسكوب جراحي. احنا قلنا منظار رحم، الميكروسكوب الجراحي، الميكروسكوب الجراحي فخر لأي مكان طبعا. يعني ده بقى ده مكلف، حاجة غالية، عايز افهم استخداماته، عايز افهم ازاي لعب دور كبير في رفع نسبه نجاح. لا طبعا بالنسبه علشان خاطر بالذات الاطباء الذكور عشان يقدروا يعملوا السيرش كويس، لان هي لما بييجوا يبصوا على عينات الخصيه، احنا عندنا خلي بالك مش كل العيانين بيبقى عندهم عندهم مشكله في الحيوانات المنويه، مش كلهم بيقدروا يجيبوا السائل المنوي بطريقه طبيعيه. في منهم بتضطر انك انت تعمل لهم يا اما فاين نيدل، يا اما بتضطر انك انت تعمل لهم عينه من الخصيه. فاين نيدل اللي هو بتخش بالابره وبتسحب، يا اما بتخش على الخصيه. لما تيجي بتخش على الخصيه بتبقى عايز تشوف التيوبولز اللي انت هتجيب منهم العينه من الخصيه هي انهي افضلهم، ودوت المنظار الجراحي اللي هو الاول مايكروسكوب الجراحي دوت اللي هو بيساعدك على انك انت تعمله. ده طبعا غير عن الميكروسكوبات اللي هي موجوده طبعا في المعمل والحقن المجاري، دي حاجه تانية خالص. احنا بنتكلم على مايكروسكوب الجراحي اللي هو بيستخدموه اطباء الذكوره مينلي عندنا. كنا زمان بنستخدمه ساعات في عمليات اللي هي اللي هو فصل الانابيب، او عمليات اللي هي الفتح البطن لما يكون فيه التصاقات في قنوات فالوب وعايز تريستور المايكروسيرجري والحاجات دي كلها، ما بقتش تستخدم دلوقتي قوي زي زمان، لان بقى اكتر من منتجه لموضوع اطفال الانابيب او الحقن المجهري. يعني عايز اذهب الى جهاز مهم جدا الحقيقه، ده بقى انا بسميه يعني القوة العظمى في التكنولوجيا وصراع العمالقة في البيع بالنسبة للشركات الكبيرة، اللي هي أجهزة السونار ثلاثية وربعية الأبعاد. تنافس ضخم، تنافس كبير لصالح المرضى، لصالح التكنولوجيا. أنا دايما بقول الموضوع التقنية ديت، احنا مش بس عملنا التقنية دي عندنا في مستشفى بداية، احنا عملنا قسم كامل لطب الجنين. قسم كامل لطب الجنين عندنا الاستاذ دكتور احمد زكريا، وده افضل من افضل الناس اللي موجودين في مصر طبعًا في طب طبعًا الجنين، وهو دوت اللي قائم ان هو اقوم القسم ده. القسم ده مش بس بنعمل الاشعه التلفزيونيه اللي هي التشخيصيه، احنا دلوقتي بقينا في حاجات اللي هو بنخش تداخليه. يعني ساعات بنعمل تغيير دم الطفل كله اثناء الحمل، بنعمل تدخلات جراحيه. انا يعني مره عايزين نبقى يجي هو يشرح لنا دي صوره السونار. دي صوره اللي هو سونار اللي تحت اللي تحت لا اللي تحت فوق البيبي. اللي فوق دي سونار. هو الولد، هو صورته قبل ما يتولد. بنقدر نعرف بيها ايه بقى؟ بنعرف اثناء متابعه الحمل، نعرف اذا كان في اي عيوب خلقيه موجوده في الجنين ولا لا. بنعمل حاجه اسمها نيوكل ترانسلوسنسي اللي هي في الاسبوع ال 12 ل 14، نشوف اذا كان في اي كروموزومال ابنورمالتيز في البيبي. نقدر ناخد عينه من الجنين نفسه، حاجه اسمها كوريونيك فيلا سامبلينج، تاخد عينه من المشيمه، عينه بسيطه جدا من المشيمه، وتبعتها تتحلل. تقدر تاخد عينه من السائل الامنيوزي، تقدر تعرف كل الامراض الوراثيه او تقريبا اغلبيه الامراض الوراثيه اللي موجوده. كل ده بيتم عندنا في مستشفى بدايه عن طريق قسم متكامل لطب الجنين، وده ماشي مع اطفال الانابيب والحقن المجهري، بحيث ان احنا زي ما قلت لك يا ايمن احنا بنحاول نقدم خدمه متكامله. وبنجيب زي النجوم او الستارز اللي هم بيشتغلوا في اغلبيه المجالات، لان هم دولت بيبقوا اولا في ثقه ان ده افضل حد بيبقى موجود، وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يعلم جيل تاني ان هم يقدروا يعملوا نفس الاشياء، ويقدروا ان هم يعملوا نفس التشخيصات او العلاجات اللي احنا بنعملها في مستشفى بدايه. دي صوره سونار رباعي الابعاد، يعني دي كانها صوره كان مصور الولد مباشر. هو لا هو طبعا التكنولوجي زادت حاجة قوي فظيمة. في حاجات طبعا هي كوميرشال شويه، بس في حاجات فعلا هي بتفيد، يعني في حاجات هي بتبقى فايده فعلا. يعني الحاجه اللي ابهرتني جدا اول، ودي اول حاجه انت وريتها لي، يعني بعد قلت العمليات على طول وريت، قلت لي تعالى افرجك على حاجه اللي هي التجميد.
مكان التجميل، مكان التجميل في المعمل التجميل. ايوه بالظبط، هي القصه كلها تقنيه التجميل. انا شفت معمل عملاق يعني، انا معامل التجميل المتعارف عليها معامل بتبقى، لكن انا شفت معمل علشان خاطر احنا دلوقتي بقت تقنيه التجميل بعد ما دخلت تقنيه الفيتريفيكيشن. زمان كان في تقنيه اسمها سلو فريزنج، كانت نسب النجاح فيها قليله جدا بالنسبه لتجميد البويضات او تجميد الاجنه. بعد ما عملنا تقنية الفيتريفيكيشن دلوقتي بقت نسبة الحمل في الأجنة المجمدة عالية جدا، لدرجة ان كتير قوي من السايكلز اللي بنلاقي فيها خطورة على الأمة او بنلاقي فيها نحاس زايد على المبيض او حاجة، بنجمد الأجنة وبنرجعها في سايكل تانية. فبقت عندنا التنكات كل شوية عمالة بتزيد عمالة بتزيد، لدرجة ان احنا بقى عندنا كل ما فيش كام شهر بن لازم نجيب حاجة جديدة، فعشان كده عملناها حاجة منفصل. وباي ذا واي ديت من ضمن الشروط اللي موجودة في وزارة الصحة هنا في مصر وفي كل حاجة، ان يبقى لها مكان منفصل، لان في معامل كتيرة بتحط كله على بعضه في نفس المعمل. احنا عندنا المساحة موجودة، كنا عاملين ساعة التقسيمة نفسها يعني. ده دايما بنصح الناس لما يجوا يبدأوا مشروع الأطفال، أنا بيبقى الحقن المجهري، ان التقسيمة نفسها لازم اللي يقوم بيها حد خبير في الأطفال الأنبياء والحقن المجهري، ان هو يبدأ الأول. أول حاجة احنا عملناها لما نيجي نعمل المستشفى بداية، كنا عملنا شكل المعمل الأول، بعد كده بنينا عليه المستشفى كلها، لأن هي ديت الكور. الكور هو المعمل، معمل اللي هو الأجنة، الكور النواة. النواة هو دوت معمل الأجنة ومعمل الفريزنج والمعامل اللي حواليها، وبعد كده تبني أي حاجة ممكنة بالنسبة لك. لكن هي في الآخر خالص كل خطوة أنت بتعملها كده بتزود الريزلتس بطريقة معينة أو بتحسن النتائج بطريقة معينة، وده الحقيقة اللي احنا حرصنا عليه علشان خاطر نقدر نقدم خدمة متميزة مش هننافس بيها بس مصريا ولا في الميدل إيست، احنا بننافس بيها عالميا، والحمد لله الموضوع جايب نتائجه يعني. عايز أقرب شوية من التجميد، إزاي تطورت هذه التقنية؟ طبعا علميا صعب قوي إن احنا نشرحها للجمهور، لكن عايز أفهم برضو. وسؤال الجمهور الكلاسيكي، هل تتأثر البويضات بالتجميد؟ ده سؤال مهم جدا. هل تتأثر؟ هو هنعرف ازاي انها تتأثر؟ ان احنا هي اول حاجة هل تتأثر؟ هل ان احنا لما نيجي نجمدها احنا بنجمد البويضات او الاجنة او السائل المنوي، دول الثلاث حاجات اللي بنجمدهم. البويضات دي كانت اصعب حاجة فيهم، الحيوانات المنوية طول عمرنا بنجمدها ومفيش فيها مشاكل، وأغلبيتها بعد ما بنفكها بتبقى جيدة مفيش فيها مشكلة. الأجنة كانت برضو إلى حد ما معقولة مع سلو فريزنج، حتى ما كانتش سيئة جدا، كانت تجميد البويضات هو اللي من الصعب جدا. دلوقتي بعد تقنية الفيتريفيكيشن بقى في حاجتين اتحسنوا جدا. تقنية أول حاجة تجميد الأجنة، بقى الأجنة دلوقتي بالنسبة لنا يعني دلوقتي ممكن أقلل من عدد الأجنة اللي بنقلها كتير قوي، وممكن الجنين حتى أو جنينين في بعض الأحيان، وعندنا أجنة كتيرة مجمدة، ولما السيدة ما بتحملش ما بقاش أنا قلقان جدا لو أنا عندي أجنة مجمدة، ده أنا ببقى أقول لها إن إحنا عندنا نفس السايكل ديت ونفس الأجنة المجمدة دي ممكن تحمل منها تاني. وحصلت كتير جدا الناس ما حملتش من السايكل الفريش وحملوا من الاجنه المجمده. في سيدات مثلا كتير قوي برضو عندهم سوشيال ريزنز ان هم مش عايزين، يعني هدي لك مثل قريب قوي لسه حصل. واحده سيده مقربه انها كبرت في السن شويه، متزوجه وعندها طفل واحد وعايزه تحمل تاني بس مش دلوقتي، وسنها واصل 38 سنه داخل على 40 سنه وعايزه تحمل بعد سنتين ثلاثه، فقررت انها هتعمل اطفال انابيب او حقن مجهري وتجمد الاجنه كلها وترجعهم بعد سنه او سنتين. يعني قصدي التقنيه وصلت لمرحله من الدقه ومن ان الكفاءه انك انت ممكن تجمد الاجنه كلها وبعد سنتين هتبقى بنفس درجه الجوده بتاعت السن اللي هي اتجمدت فيه. فلما تيجي تفكها بعد سنتين او بعد ثلاث سنين هتبقى نفس الجوده ونفس نسب النجاح اللي موجود. فكتير قوي بداوا يعملوا القصه دي، كتير قوي طبعا ناهيك عن اللي هما بيعملوا تجميد البويضات، لان دلوقتي بقت منتشره جدا تجميد البويضات طبعا، وخصوصا كسوشيال ريزنز دلوقتي ده اطباء الاورام كلهم قبل ما بيبداوا الكيمو ثيرابي او الراديو ثيرابي المرضى بتوعهم بيبعتوهم لي عشان خاطر نجمد لهم سواء حيوانات منويه او سواء بويضات. يعني نفعت وتاخر سن الجواز عند كتير من البنات. ما هو ده بقول لك السوشيال بقى اللي في الاول خالص. الحاجه اللي هي الاجتماعيه، الحاجه الاجتماعيه اللي هي تاخر سن الزواج يعني. طيب كل اللي فات ده حماده واللي جاي ده حماده تانيه خالص من ناحيه التكلفه، يعني اللي جاي ده اعتقد ان هو اعلى تكلفه كتير لحضانات.
ولا في حاجه اغلى بتكلفكم اكتر؟ اهو في الميكروسكوبات اللي هي الميكروسكوب الحقن المجهري وفي الحضانه. بص هقول لك على حاجه، كل حاجه بتكلف. احنا الموضوع التكلفه ده يعني انت هنا رغم ان التكلفه عندك، انت لما المعمل هنا بيجي لنا ناس من، انا اقول لك على حاجه، في ناس اللي هم بيدوا الاكريديتيشن في امريكا لما جم زاروا المعمل عندي قالوا لنا ان احنا عندنا من معمل من افضل المعامل الموجوده في العالم. والتكلفه هي زيها انت بتشتريها، بالعكس انت بتكلفنا اكتر من كده. لك انت تخيل ان سعر الاطفال الانابيب والحقن المجاري في مصر ان هو اقل مثلا 20 مره من انك انت تعملها في واحد على 20 من امريكا، ونسب النجاح هي تقريبا. فالقصة كلها وأقل من الدول العربية كلها، وأقل من أي حتة، ونسب النجاح أعلى من أي حتة تانية. هي قصة الدول العربية بالذات. إحنا الموضوع الموضوع إنك أنت تبقى ده الفاشن بتاعك، إنك أنت تبقى عايز إنك أنت تحقق نجاحات. أنت مالكش دعوة قوي بالتكلفة، لأن في الآخر خالص هي هتجيب تكلفتها في وقت من الأوقات. لكن أنت لازم تبقى مايندد أكتر بالنجاح، نسب النجاح إنها تعلى. إزاي نسب النجاح دي بتعلى؟ إنك أنت كل ما بتزود التقنيات اللي عندك، كل ما انت بتعمل مثلا اير بيوريفيكيشن سيستم، كل ما بتشوف التقنيات الحديثه، كل ما بتجيب، احنا عندنا اربع ميكروسكوبات عشان خاطر تعمل حقن مجهري، عندنا عدد كبير جدا من الاطفال اللي هم الاخصائيين في اطفال في الحقن المجهري، دكاتره المعمل، احنا بنبعت دكاتره المعمل يتدربوا، في منهم بيتدربوا في انجلترا دلوقتي، انا عندي ناس بتتدرب في انجلترا، وفي ناس بتتدربوا في النمسا، وفي يعني في ناس كتيره جدا بتتدربوا في كل حته، وفي ناس في امريكا بنبعتهم يتدربوا بيرجعوا لنا تاني بعد تدريبات معينه. الحضانات اللي احنا شفناها دي هي الحضانات الاولى اللي في العالم. دولت اللي بيتحط بالظبط كده، دول بيتحط فيهم الاجنه وقت ما بعد دولت الديسكتوب، اللي هم علشان خاطر بيئه مماثله لبيئه الرحم، ده اللي بيتحط فيها، والميديات اللي موجوده بتبقى معادله بالبي اتش بتاعها بكل حاجه علشان خاطر نقدر ان احنا نوصل لمعدل اخصاب عالي ومعدل انقسام ومعدل تكوين لاجنه عالي جدا. الحضانه بتاعت اليوم الثالث واليوم الخامس، ايه الفرق عشان الناس تبقى فاهمه؟ هي بص، لقينا ان لما عملنا ثلاثيه الغازات بقت بتوصل اليوم الخامس اكتر بكتير. طبعا انك انت تاخد اختيار الجنين اليوم الثالث او الخامس هو ده اختيار المعمل هو اللي بيختار القصه دي. نقدر نقول الجنين بتاع اليوم الخامس دايما بيبقى افضل اليوم الخامس لو قدرنا ان عندنا فرصه على الاختيار. يعني لو انا عندي 15 جنين، عندي 20 جنين اقدر اختار منهم، بستنى لحد اليوم الخامس اختار افضل اجنه. وفي نفس الوقت احنا في اليوم الخامس ده ممكن نعمل اللي هي الموضوع البي جي دي، ان احنا ناخد خليه من كل جنين ونقدر نعرف اذا كان الجنين دوت فيه مشكله ولا لا، او الجنين ده ذكر او انثى، عشان اللي هم عايزين اختيار جنس المولود. الحاجات دي كلها ممكن تتعمل برضو في الجنين بتاع اليوم الخامس. فبالتالي ادت لنا فرصه ان احنا نشوف الجنين اللي بيكمل اليوم الخامس وبيكون بلاستوسيست او جنين اليوم الخامس دوت بيبقى الجنين الجيد. من المعروف عنك انك دايما من النوعيات الطراز القديم، بتنتمي للطراز القديم من الاساتذه اللي هو بيعيش في جزيره بيبني طبقا لمعطياته، طبقا لابجدياته، طبقا لمبادئه، فيها كل ما هو يتمنى. يعني احنا عايزين نعمل ده هنعمل ده بالشكل ده، مالناش دعوه باللي بيحصل بره، مالناش دعوه بالشكل. لكن في وسط ما انت قاعد في هذه الجزيرة، ايه اللي بيحصل بره بيضايقك في عالم الحقن المجهري اللي بيوصل لك؟ اكيد بيوصل لك. بص هقول لك على حاجه، في مثل يقول لك لا يصح الا الصحيح. انت طبعا انا بتضايق جدا من الحاجات اللي هي ايه، عارف لو حد عمل حاجه خطا حتى ما اذاش بيه حد في المستقبل انت ما بتضايقش قوي، لكن انت بتضايق من الناس اللي هم مثلا اللي اجروا مثلا عمليات اللي اضطروا ان هم يروحوا الاطباء ما هماش جيدين، قدروا ياثروا على مخزون المبيض من البويضات. يعني انا عندي مرضى راحوا الاطباء هم كانوا الافسال هرموناتهم كانت جيده، وراحوا عشان يعملوا تثقيب في المبيض عشان خاطر هم ادعوا الاطباء ان عندهم تكيسات على المبيض، ودخلوهم يعملوا لهم العمليه اللي هي ما كانوش محتاجينها اصلا. وفي الاخر خالص لقينا الاي ام اتش يوصل 0.01 ولا حاجه، اللي هم دمروا المخزون المبيض المبيضات بتاعتهم علشان خاطر عملوا لهم حاجه مش مفروض انها تتعمل. انا دايما لما اي مريض بيجي لي بقول له ما تاخدش اي عمليه غير لما تسال مره واثنين
تشوف الطبيب دوت اذا كان هو فعلا بيجري العمليه، اذا كنت انت محتاج تجري العمليه دي ولا لا. يعني قصدي ليه تعمل، ليه يعملوا عمليه لما هم مش محتاجين؟ يعني ممكن تقنيه معينه تغنيهم عن العمليات، بالذات ان دلوقتي موضوع ثقب البويضات، تثقيب المبيض دوت عشان خاطر علاج التكيس المبايض، مع توفر العلاجات الدوائيه اللي موجوده ما بقيناش تقريبا نستخدمها. حاجات كتيره بقى على هذا المنوال، سواء في حالات الذكوره سواء في حالات الامراض النساء، اللي هو اللي بيضايقك لو المريض بيتاذي من الطبيب، لان هو المريض لما بيروح للطبيب بيبقى واثق فيه، ما بيبقاش عنده فكره عن اي حاجه غير ان هو واثق في طبيب معين. فالطبيب دوت عليه بيردن او عليه مسؤوليه ان هو يديله مش بس افضل العلاجات، ان هو يبدا الاول ان هو ما يديلوش علاجات هي ما تنفعوش، وبعد كده يديله العلاج الانسب ليه. وواجب الطبيب ان هو يكون مطلع على احدث حاجه موجوده، يعني ما ينفعش ان هو يديله علاج مثلا قديم بقاله سنتين وفي حاجه تانية بقالها سنه او بقالها ست شهور نزلت والطبيب ما بيعلمهاش. وده السبب ان دايما بقول للمرضى، احنا دايما تلاقوني مثلا في كل شهر مثلا في مؤتمر معين لازم بحضره، وبدي بشارك في مؤتمر، بشارك في الحاجات دي كلها. ليه؟ علشان خاطر هم ساعات بيبقوا متضايقين ان انا مثلا مش موجود يوم نقل الاجنه في اوقات كده، بس بيبقى وقت مؤتمرات معينه. المؤتمرات دي مهمه جدا عشان خاطر بتجيب تقنيات حديثه. كل يعني مجال اطفال الاليف والحقن المجهري ما فيش سنه الا لما بيحصل فيه طفرات ونقلات جديده جدا في مجالات الاخصاب والتقنيات الحديثه اللي بتزود فرص حدوث الحمل. التقنيه والخبره هل هم متناقضين ولا بيكملوا بعض؟ ده هما دولت الاثنين اساسا. التقنيه بتزود خبره، خبره بتزود التقنيه. يعني قصدي انت كل فرح. انت التقنيه موجوده بس استخدامها ازاي، هي دي الخبره بقى. مش كل التقنيات تستخدمها لكل الناس. مش معنى انك انت عندك حاجه معينه، زي لما ظهرت التايم لابس، حاجات اللي هي بعض الحضانات، هي تقنيه كويسه، لكن وفي ظهرت تقنيات حاجات كتيره جدا، انت مش الواجب عليك انك انت تستخدمها بس في المجال بتاعها. مش كل حاجه تنفع للناس كلها. الخبره بقى هنا تيجي. مين انت؟ مش اي حد. زي كان عندنا استاذ زمان يقول لك تشخيص الحمل ازاي، فقال لك انت لو قلت MRI هيبقى صح، لكن مش هو ده. انت بتحليل بول هتعمله، يعني فاهم ازاي؟ فهو ده ازاي انك انت تختار التقنيه الاصح للكابل عشان تجيب افضل نتائج. انا بس عايز اقول لحضرتك ان احنا حصلنا الدكتور ناس حلوه برضو على افضل برنامج علمي على مستوى الفضائيات العربيه. وعايز اضيف لك، ما هي ده البيت السطر مهم قوي، ان انت من الاسباب الرئيسيه اللي حصلنا على هذه الجائزه. ودك معانا من الاسباب يسعدني والله يا ايمن، كبيره يعني في ان احنا وصلنا اللي احنا نصنف على اننا برنامج تنافسي كمان، وده شيء مهم جدا. بألف مبروك، ربنا يوفقك دايما، ربنا يخليك لينا، نورنا وشرفتنا. وكالعاده بدايه يعني اضافت لنا الكثير جدا من الناحيه مهمه قوي، المصداقيه العلميه على مستوى بقى العلمي. احنا نتشرف ده، احنا يمكن الجمهور ما يحسش بده قوي او ما يفهمش يعني ايه. احنا بنتشرف بمكان معين، نتشرف بقيمه علميه مهمه جدا في وسط الاعلام الطبي. ضيف العزيز استاذنا الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح كان ضيفي في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. What you came for, lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. She came.
اهلا بكم. مفيش ست تقدر تستغنى عن التجميل، مفيش ست تقدر تستغنى عن انها تحافظ دائما على كيانها وشها جسمها ضد عوامل خطيره جدا اسمها عوامل الزمن، عوامل ما بترحمش. هكلمكم دلوقتي عن اسم مشهور جدا، اسم يعني شد قوي عيون الناس على مستوى العالم، وتناقلت اخبارها وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الاخبار العالميه، كل الناس مهتميه بزوجة ترامب، دونالد ترامب. ميلانيا ترامب هي الست الجميله اللي شدت الشعوب كلها او البوبوليشن عموما عنده دايما، الست الجميله بتشده. يعني الكلام ده موجود من زمان، اميره ديانا لو فاكرين برضو، بعض المشاهير الجمال وخصوصا الجمال الهادئ، الجمال المنمق، الجمال المعمول صح. خلي بالكوا انه هي لم تحصل على هذا الجمال كده، يعني اجتهدت. ميلانيا ترامب على فكره عامله المعلن 4 عمليات تجميل، ده المعلن. غير المعلن اكيد كتير، لكن المعلن 4. هي 46 سنه، اول عمليه تجميل خضعت لها بالفعل هي عمليات البوتوكس. البوتوكس طبعا ده شكلها قبل وشكلها بعد. قبل طبعا جميله وفاتنه بس بنت صغيره. شوف بقى بعد، طبعا هنا باين جدا عمليه واضحه قوي بعد البوتوكس، الانف. الانف في الاول ما كانتش حلوه قوي. الانف كانت فيها عيوب وديفوهات وكبيره واكبر من حجمها. والحقيقه هي خضعت لواحده من اهم عمليات التجميل، هي عمليه الانف ذات المليمترات، وهي مشيت على نفس الطريق اللي مشي عليه ليدي جاجا، ميج رايان، ريهانا، كل دول عملوا عمليات تجميل انف غير شكلهم الى حد كبير. ايضا العمليه الثالثه عمليه تكبير الثدي، من العمليات اللي فرقت في تكوينها جدا. هي ما كانتش عندها ثدي يبدو متناسب مع الانوثه التي تريد ان تظهر عليها. شوف الفرق بين امراه تمتلك شكل انثوي وامراه تمتلك شكل طفولي. ايضا تكميل الشفاه من الحاجات، رغم ان هي تبدو، بس شوف خلي بالك ان الشفايف السفلى منها زمان والعليا ما كانتش متناسبه بشكل كويس، وخصوصا العليا كانت تقريبا مش موجوده، دلوقتي بقت الى حد ما اتراكتيف وسو سيكسي، انوثه طاغيه بلا شك، وعامل مهم اعتقد من عوامل نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الامريكيه الاخيره وجود ميلانيا ترامب جنبه، اعتقد ذلك. خلينا نروح لعالم التجميل، عالم التجميل باثارته وتشويقه ومتعته الخاصه جدا بس في الوطن العربي. احنا نعمل احسن من كده؟ نعمل احسن من كده، انا عارف. وضيفي العزيز، انا شفت حالات معمولة أفضل من اللي احنا شفناه دلوقتي حالا، مع القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير سوبر ستار في عالم جراحات التجميل الأستاذ الدكتور حاتم الصحاري. في دهون ما تحت الجلد، والجلد نفسه في دهون. الرضا في ميزة أنا بشفط كمية دهون كبيرة جدا، أنا بشفط 30 لتر ومن فتحة واحدة الجسم كله. مفيش حاجة اسمها أشفط الجسم كله. كلمة عملية لا تقام في العيادة. العملية بسهولة جدا، احنا نحافظ على الصدر بدون أي جوع، بتروح نفس اليوم. حقن الدهون ده اختراع بيصغر 15 ل 20 سنة. الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة سوبر ستار جراحات التجميل الأستاذ دكتور حاتم الصحار، أهلا بك يا دكتور حاتم. أهلا بك يا دكتور. وحشني والله. أنا عايز أوريك صورة قبل ما ندخل في النحت الديناميكي النهاردة، موضوعنا ميلانيا ترامب. إيه اللي عجبك وإيه اللي ما عجبكش؟ أنت قلت لي الأنف مش معمولة حلوة. مش معمولة خالص حلوة. يعني في ديفو باين فيها قوي. يمكن عشان أنا بشتغل فباخد بالي. من فوق المخيخة عريضة، مش بص حضرتك تحت تحت العين ب 2 سنتي، في حته عريضه في المناخير، المفروض الخطين دول بتوع العظم يبقوا يعني خط مستقيم. في حتتين عراض. عراض قوي. وناحيه الشمال بتاعتنا اللي هي اليمين بتاعتها عامله همب على الناحيه بتاعتها، فهي
يعني فيها عاوزة ريدو ريدو صح الحتة يعني طبعا باين قوي عند بعد العين على طول في زي ما تقول كده حتى الخط ده لو واصل من الانف مش جيد برضه اصحاب المهنه بس هي عامله كل الحاجات التانيه كويسه البوتوكس حلو طبعا عندها فور هيد كبير وعامله فلافي شفايف انت اوكي والتجميل السري ده مفيش منه مشاكل كويس طيب حلو قوي لكن النحت الديناميكي ليه بقى زي ما بيقولوا الاهتمام بالجسم دلوقتي وبشفط الدهون وبالتعامل مع النحت بقى من الاساسيات مش مرفهية. هو في كونسبت اتغير تماما بقى على الشفط قوي بقى من شفط بالليزر وشفط بالفيزر وشد البطن والكلام ده كله كل ده كان على جنب خالص بقى في حاجه اسمها دايناميك بادي سكالبتشر تتضمن ايه يا فوق الناس فاكرها ان هو البطن والدراعات لا بالوجه يعني ايه بقى انا كنت زمان لما تيجي العيادة تقول انا الحته دي تعباني عاوز اشفطها الحته دي مضايقاني عاوز اكبر صدري عاوز لا ببقاش النظره كده النظره العين بتشوف من فوق لتحت بنشوف الابعاد العظم بتاعتها عامله ازاي ده رقم واحد وان يكون اجزاء الجسم متناسقه مع بعضها زائد بقى الحركه الديناميكيه للعضلات يعني ايه الحركه الديناميكيه للعضلات ما بقتش الحكايه ان انا اشفط دهون وبس بقيت انا المفروض احط في اعتباري الحركه بتاعت العضلات انت الدهون دي تحتيها عضلات فاضل ليها حركه طيب الحركه دي لازم اظهرها يعني ست بقى في خطين في ستات لازم يبانوا في البطن من الجنبين دول حرف الفي عند راجل من تحت منشا المؤخره الجنبين الجنكشن بتوين المؤخره وبدايه الفخذ الصدر مقاسه كام من البطن كل ده اسمه دايناميك بحيث ان هي في وضع الحركه يبقى شكلها انسيابي فهو ده بيسموه الدايناميك بادي سكابتشر مش مجرد اشوف واحده خست ده اسمه ستاتيك انت خسيت خلاص طب ده حاجه انما انت في حركتك شكلك ازاي هل اجزائك متناسقه مع بعضها ولا مش متناسقه مع بعضها هل الكلام ده ماشي مع الحركه بتاعت العضلات بتاعتك ولا لا ده اسمه الدايناميك بادي سكابتشر ده كان في الاول بيتكلم على البطن والرجلين والاقداف والافخاذ والمؤخره ضم بقى حواليه الصدر الدراعات الرقبه الوجه حتى في دلوقتي اسمه نحت الوجه نحت عظم الوجه كل ده بيتعمل بحيث ان الشكل بتاع البني ادم سواء رجل او امراه يتناسب مع تكوينه العظمي يتناسب مع مقاييس الجمال في وضع الحركه ووضع السكون هي دي الفكره دي اللي كانوا بيطلقوا عليها زمان ابتدوا بيه يقول لك 4 دي هي مش حاجه 4 دي هو مفيش بني ادم 4 دي هم احنا 3 دي احنا عمق وطول وعرض بس زود عليها بقى البعد الرابع هو بعد الحركه انت شكلك وانت بتحرك عامل ازاي البنش بتاعك مقسوم صح العضله بتاعتك مقسومه صح العضله بتظهر وقت ما تشد العضله لما تعمل حركه معينه جلدك بياخد شكل العضله دي ولا لا الابس اللي هي الابدومينال ماسل طيب الهانش المؤخره مظبوطه واخده الوضع طب انت لو ست الحوض بتاعها عريض دي بنسميه كيم كارديشن ستايل اللي لازم الهانش يبقى عريض واخد الكيرف البومبين من العرض واخد كيرف بسيط من ورا ده جزء طب لو العظم ضيق طيب العظم الحوض ضيق انت المفروض يبقى ليكي شكل معين تاني في الهانش فده اللي اسمه دايناميك بادي سكابتشر فبقى لما نكشف على العيان مش يجي العيان يقول لي بطني مضايقاني لا وريني جسمك كله على بعضك لان بقت خلاص العمليه مش هيتعمل الا لما اللي انا هعمله ده يتناسق مع بقيه الجسم او هضطر اعمل حاجات تانيه في الجسم عشان يظبط الجسم كله على بعضه وساعات اخد من مناطق واحطها في مناطق ايه تانيه سواء الكلام ده بيتعمل على مرحله واحده على مرحلتين هو ده اللي اسمه النحت الديناميكي للايه للجسم فبقى الموضوع بقى مش مجرد ان اجي اعمل تعالى اعمل لي بطني تعالى اعمل لي صدري تعالى اعمل لي ظهري تعالى اعمل لي لا 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 خلاص الموضوع ده اختفى تماما بقى الموضوع هو نحت جسم انثوي او ذكوري بشكل يتناسب مع العظم مع مقاييس الجمال مع الحركه العضلات هي نفس الوضع انا مش بشوف جسم يعني مثلا الست اللي قدامنا دي هي مش مجرد ان بطنها كبيره لا انت عندك بطنها كبيره ومفيش مؤخره انثويه ليها سواء من الجناب او من رفعه فانت وبرضه نفس الحكايه بشوف بقى وضع الوسط عامل ازاي فانت دلوقتي عندك كذا مشكله مش مجرد تعمل بطنها يبقى كده استفادت لا خلاص بقى الموضوع بقاش هو كده لا انا هعمل بطنها وفي دهون اخدها من بطنها هضطر احطها في اماكن اخرى عشان ادي الوضع الانسيابي للجسم كله. هذا الطريقه سواء بالشكل الانثوي بشكل الشكل الانسيابي والانثوي بنفس الوقت. الكلام ده بقى هعمله ازاي؟ دي الطريقه.
يعني مثلا بس دي انا هعملها شط كده، انا حط الوسط وانا حط البطن، بس انا عندي مشكله الاغداف كانت لسه موجوده، ابتديت اشفط الظهر عشان اعمل منشا الهانش يعني، وخدت حبه دهون فكده زودت الهانش مرتين، فكده غيرت من شكل ذكوري لواحدة انثى لشكل انثوي الحقيقي المفروض تبقى شكلها عليه. بس ده يتعمل ازاي بقى؟ شفط شد، شفط وشد، شفط ليزر، شفط فيزر، شفط عادي عشان اخد الدهون، شد مؤخره، رفع مؤخره، شفط حتت معينه تحت في الفخذ عشان ابين المؤخره، كل ده اسمه الشفط او النحت الديناميكي للايه؟ للجسم. دلوقتي الملاحظ انه الاجساد كثرت فيه الترهلات، بقت الترهلات كتيره، ده رقم واحد. اوكي. رقم اتنين كمان بقى في اجسام مش متناسقه خالص خالص كتير، يعني تلاقي ولد جسم مش متناسق خالص، بنت جسمها مش متناسق خالص. المشكله انه اللبس كله بقى دلوقتي سليم فيت، سليم فيت، سليم فيت دي الموضه دلوقتي، الموضه مش الموضه من زمان وهتفضل على فكره. مش هنرجع تاني على فكره، مش هنرجع للبس الواسع بتاع الثمانينات. لا لا خلاص، يعني انت فاكر الثمانينات الشغلستون اللي هو الثمانينات ماكب تحت الكلام ده مش هيرجع تاني. لا مش هيرجع تاني. المشكله بقى في اللي بتقول عليه ده انه هيبين ديفوات، هيبين ديفوات الترهلات. زي ما قلنا، بس انا عاوز ابين ان النحت مش مجرد شفط. الناس بتقول ايه انحتني بالشفط، طيب افرض ما ينفعكيش شفط، النحت هو ده المسمى الكبير، اعمله ازاي بقى؟ هي دي الطريقه، واعملها على مرحله واحده ولا مرحلتين عشان تبقى عارفه هتعمل ايه. الترهلات حلها شد، مفيش ترهلات حلها شفط. بالبلدي كده الاستك اللي خلاص اللي مط لازم يتأثر عشان يحافظ على الاستيستي ايه بتاعته، لو شفطت الحاجه اللي تحتيه هيمط اكتر. يبقى اذا انا بشد، الشد دلوقتي بقى بيصاحب كمان معاه شفط. مثلا واحده ست مخلفه كذا مره، او واحده فقدت وزن كتير، اوكي، فبقى الحته اللي تحت الصوره مترهله بتوصل للركب ساعات، بقى المنظر دمه تقيل وشكلها وحش ومش عارف ايه ومش عارفه تلبس والكلام ده كله. طيب كان زمان، الزمان بيتعمل الاتي، يتعمل يشيل الحته اللي ايه اللي تحت بس، رجعنا بعد شويه قال لك شد البطن لازم معاه شفط فوق عشان انزل الحته اللي فوق كمان. بقينا الجديد بقى مش كده، الجديد انا بشد البطن وبشد العضلات وبشفط الدهون اللي موجوده عشان ارفع الجلد ياخد شكل العضلات اللي انا جاسمها، والدهون دي اشوف البطن بالعلاقه لبقيه الجسم، اخدها احطها في اماكن ايه تانية عشان الشكل الاخير يبقى شكل انسيابي. يعني هو انا شال شد العضلات السكية عشان يعرف يعمل الوسط ويظبط الوسط، هيشيل الجلد زياده وبعدين يقص الجلد كويس، وبعدين كانت العمليه زي ما طبعا كده. لا خلاص بقى، طب انا بقيت الجسم شكله ازاي؟ هل الجناب كويسه؟ هل المؤخره كويسه؟ هل الدهون اللي انا خدتها من شفط الحته اللي فوق دي ما ينفعش تحقن حتى في الوش؟ ما فيش حاجه اسمها اعمل حاجه لوحدها خلاص، بقيت اظبط كذا منطقه في نفس الايه الوقت، اللي هو اخد من هنا احط هنا. اخده ازاي او احطه ازاي؟ دي بقى في كذا طريقه، ليزر وفيزر مش عارف ايه والكلام ده كله. انا مش بتكلم ده، بتكلم على الكونسبت، ان بقى مش الموضوع مجرد ان اصلح بطني ولا اصلح دراعي والكلام ده كله، لا اصلح دراعي مقاسه دلوقتي لازم يتناسب مع مقاس عرض الصدر، يعني الصدر قفص الصدر وعرض والثدي، وفر رجلين بالجناب بالمؤخره، لازم يبقى حاجه اسمها في تيك اوف للمؤخره، البدايه اللي هي من ظهر المؤخره اللي هي اللي بتتسد، وفي حاجه اسمها اللاندنج، اللاندنج بتاع المؤخره اللي هي العلاقه بين المؤخره والفخذ. كتير قوي من الناس ما عندهمش الخط اللي بين المؤخره والتحت، بيبقى حته نازله على بعضها كده، ما تفهمش فين اللي بادي وفين اللي ناهي ومين اللي جاي ومين اللي رايح ولا في اي حاجه. فانت بقيت ترسم الحتت دي خط خط. كتير قوي من الستات او البنات ما بيعرفوش يلبسوا بنطلونات بسبب الموضوع ده. الجناب تقول لي انا عندي جنابه عاليه، لا هو المفروض في جناب، بس جناب بمقاسات معينه، بكيرب معين، بزاويه معينه، عشان تعرف ترسم تنحت الجسم نحته صح. الكلام ده يتعمل ازاي بقى؟ ده طرق كتير. اغلبيهم بيبقوا شفط، اغلبيتهم يعني 90% من الناس بيبقوا شفط. 90% في الناس اللي بيبقى فيها مترهلات بنضطر نعمل معاهم عمليه ليفتنج. الليفتنج ده سواء بقى بالجراحه سواء بوسيله اخرى، مش هي دي الايه؟ القضيه. ان ساعه الليفتنج بتعمل بحقن الدهون. يعني عندها الهانش واقع، يعني مثلا كتير قوي بنات مش عارفين الموضوع ده، البنت اللي بتعمل عمليه تكميم معده وخست مليون كيلو في 6 شهور، وعلى فكره دي معادلات ناجحه جدا وانا شايفها دي انقذت ناس كتير،
تيجي لي بقى خلاص هي خست، بس في مشكله بقى الجلد اللي وقع ده وفي مناطق حساسه في جسمها قلت اللي هي الكيرف بتاعها سواء الثدي سواء المؤخره. طيب بص يا بنتي الموضوع مش موضوع، انا قالت لي اصل انا خايفه من الترهلات. قالت لي قلت طيب ماشي وريني بطني كده، طبعا مترهلات كتير هنشيل الترهلات، بس في مشكله تانية الهانش عندك خلاص ما فيش هانش بسبب الخسسان كميه ايه كبيره، ده لازم اقسم الهانش من اوله وجديد تاني، فانا هاخد الدهون اللي فاضله في بطنك بعد العمليه ده وحنهالك فين في الهانش. فبقى حاجه اسمها نحت كامل الجسم دايناميك، دايناميك اشوف حركتها عامله ازاي، انسيابيه بتاع جسمها ماشيه ازاي، مش مجرد اصغر منطقه يبقى 3 دي شكلها كويس اه طب وبقيه المناطق. يبقى اذا الدايناميك هو ان انا اشوف الشكل الجسم ان ريليشن لبقيه الجسم وان ريليشن لحركه العضلات اللي عندك. هل النحت الديناميكي فقط للجسم بس ولا من كلامه كده ثدي داخل معانا في الموضوع؟ الوجه داخل الثدي والوش. اه ايه بقى بص الثدي دلوقتي حتى بيقول لك ايه، نمسك برضه نفس البنت اللي فقدت وزن كتير صدرها وقع اوكي مع نفس الوقت، طيب هتعمل مين قبل مين ولا تعمل ايه الاول ولا تعمل صدرها ولا تعمل بطنها ولا دي عمليه ودي عمليه؟ بقى في حتى حاجه اسمها ترتيب، ما ينفعش تعمل لو واحده خاسه كميه كبيره ما ينفعش تعمل الصدر قبل البطن. لازم البطن الاول وبعدين الصدر لسببين، البطن هو ده الجزء اللي هيظبط الجسم كله ده رقم واحد، رقم اتنين انت مجرد ما تشد البطن الصدر هيقع اكتر، انت مجرد تدخل بطنك لجواها تلاقي صدرها وقع اكتر. اوكي ففي هذه الحاله انت هتظبط على شكل البطن الايه الجديد، كانوا زمان اعملي صدرك وبعدين بقى اعملي بطنك او اعملي اللي انت عاوزاه، طب ايه اللي مضايقك اكتر؟ لا بقى فيها ليها ايه ترتيب وليها مقاسات، غالبا يعني في حالات ساعات بنعمله في نفس الوقت بس ده مش كتير، انما غالبا بنعمل الجزء التحتاني وبعدين بنظبط عليه الجزء الفوقاني. اكتر من كده الستات اللي وزنهم اللي عندهم صدر كبير وعندهم بطن من الولاده مترهله تيجي نقول لها ايه؟ تقولي عاوز اعمل بطني اصل بطني مضايقاني، يا ستي ما عندوش مشكله خالص. تلاقي ست عملت بطنها وبقينا زي الفل، تبص بقى تلاقي عباره عن صدر وخلاص، ست عباره عن صدر وخلاص. فصدرها زاد شكله كضعفا بعد ما شالت بطنها، ان الموضوع مش موضوع ان انزل بطنها، موضوع في حاجه اسمها نسبه وتناسب. فالعيانه دي لازم تفهم لما تعمل بطنها ان انت لازم في وقت من الاوقات احتمال تحتاجي ايه؟ الثدي. هقول لك الاغرب من كده، بنات كتير فيهم حبه دهون بسيطه قوي في بطنهم وصدرهم معقول، مش هقول لك كبير ولا ايه وصغير، كانوا زمان يقول لك تعالى اشفط لك بطنك، دلوقتي نقول لها في حل من الحلين، طب ما انا اعمل حاجه تانية بدل ما اشفط بطنك اكبر صدرك. فانت في الفكره كلها انت عاوز هي محتاجه ايه فعلا، هي محتاجه ايه فعلا وازاي تناس يعني، ما انت مجرد كبرت الصدر صغرت البطن، انت فاهم اللعبه دي، ما بقاش موجود نعمل حته معينه. هي لو فعلا عندها بطنها ما فيهاش مشكله، لو هو ساعات بيبقى البنت فيري سليم جدا وتقسيمتها حلوه، ما خلي بالك في حاجه اسمها تقسيمه حلوه، لو شفطت من بطنها كويس هضيع معالم الجمال الانوثه اللي فيها، اخليها مور فيرلايزد بالظبط كده رجوليه اكتر اكتر. طيب ما فيش بنت بتحب الاب ماسلز، هي تحب الخطين اللي من بره. على فكره عشان بقت بتقول لي انا عاوز الاب ماسلز، لا هي مش الاب ماسلز يا جماعه، الموضه المصري اه هم السكس اللي هم سكس باكس، لا بنت عندها سكس باكس لا دي موضه لا بس بقاش بقى ده بيطلبوها كتير كويس، انما هم قصدهم حاجه ثانيه اللي هم الخطين اللي بره بتوع العضلات ماشي دول اللي بقسمهم ما انا بقيت افهم ايه الموضه اللي بتعمل، لا البنت عندها سكس باكس لا صعب، لا لا هتقول لك انا عاوز سكس باكس صعب قوي سكس ده بقى الجديد ممكن اخليها، قالت لي في مثلا وهي واقفه يبان الخطين دول وهي بتعمل حركه فيها جل يبان سكس باكس، ما هو ده اسمه الدايناميك، انت بترفع الجلد في مناطق معينه وتقل وتزوده في مناطق معينه عشان يدي الحركه دي لمكان العضلات. فبيجي جسمها حلو وصدرها ما هو لسه يعتبر في الحجم الصغير، طب الحل ايه يا بنتي؟ طب انت ما لقيتيش دهون تتشفط، ولو شفطت دهون هيشقق، طب انا اصل بطني مضايقاني ومش عارف البس سبس ومش حاسس ان انا كيرفي، طيب خلاص سيبك بقى بطنك هنكبر صدرك. لو كبرت صدرك بطنك هيبقى واخده الشكل الانثوي وهتبان ان هي ايه؟ اصغر، الامور بتظهر بالتضاد، انت عارف الابيض بيبان جنبه الاسود والاسود جنبه الابيض، فالموضوع بقى نسبه وتناسب ملوش علاقه. طيب السن هنا يعني انت عارف، ولان السؤال ده يعني على فكره مش واقعي قوي، لان انا بشوف حالات كتير قوي سنها كبير
وبتروح تعمل كل حاجه في التجميل. اوكي. مفيش، بالعكس يعني بيبقوا اكثر حرصا من البنات الصغيرين. لكن هو سؤال على سن الصغير على فكره، يعني هل بنت صغير في السن ممكن تعمل طالما محتاجه؟ ما تعمل. بص انا عملت لحد سن 17. كويس. عند على فكره ده سن كويس قوي. يعني ما متوقعتش في مصر هعمل لحد 17. المفروض انا رايح مؤتمر في امريكا شهر 4، فهم كانوا عندهم اعتقاد ان احنا مش شغالين تجميل كويس ومش عارف، يعني ما عندناش الكونسبت ان احنا نشتغل او نشتغل سن صغير، او الكونسبت بتاع التجميل مش موجود قوي في مصر، موجود ايه بقى. هم فوجئوا لما كنت بعرض، يعني هعرض البرزنتيشن بدي طبعا المؤتمر قبليه، ان في حالات 17 و16 سنه موجودين وفي 18. قالوا انتوا عندكم بتعملوا الكلام ده؟ فلو عم نعمل الكلام ده واحنا احسن منكم كمان، يعني انتوا جايين تتكلموا في ايه؟ احنا بنصدر للعالم، احنا حتى لما بنيجي نصدر للعالم فكره عن مصر بنصدر لهم حاجتين مع احترامي، بنصدر لهم الاهرامات وابو الهول والصحراء اللي جنبهم، فالناس بره والجمل اللي جنب ابو الهول والجمل، فالناس في دماغها ان دي مصر. يعني ما هي بتشوف على فكره، والله العظيم والله العظيم بكلمك، والله العظيم احنا يعني مع احترامي الشديد منهم مليون مره، يعني مع احترامي الشديد وحبي الشديد للاهرامات وابو الهول، لكن مصر مش الاهرامات وابو الهول الان بس. انا عن تجربه شخصيه، بس في ناس تزعل من الكلام ده كتير، بس ده الواقع. احنا احسن كتير، احنا عندنا تكنولوجيا، بس احنا بنكلم نفسنا. يا باشا احنا بص، ما احنا الناس بره متخيلين ان في صحراء وفي رمله وابو الهول، واحنا عايشين جنب ابو الهول والاهرامات، ان انا عندي خيمه جنب الاهرام وابو الهول، ما يعرفوش ان في شارع الهرم وشارع فيصل وشيخ زايد، وما يعرفوش ان في تكنولوجيا، ما يعرفوش ان في فنادق عامله ازاي، ما يعرفوش. يعني على فكره الفنادق عندنا احسن من عندهم. ما انا عارف والله العظيم احسن من عندهم. واحنا ارخص منهم. والطب عندنا كدكاتره كبيرسونال احسن منهم مليون مره. وارخص كتير. ارخص. لا ارخص كتير. على فكره الامريكان ما بيعملوش في امريكا. بيعملوها بره في البرازيل. بيروحوا في البرازيل. وعلى فكره الجديد بقى ان فرنسا والكلام ده كله بيعملوه في تونس والمغرب دلوقتي. والله. طب قبل ما امشي بقى، بمناسبه ان احنا طب من جوانا، احنا بقى جوانا في بعضينا. تلاقي واحده عملت انف او عملت شفط دهون وبتاع، وقاعده مع صحابها اكتشفوا انها عملت. ده بعد ما يعني لا تقول لك انا عملت في بيروت. هو بيروت بص على حاجه، او دبي. لا دبي ده موضوع تاني. يعني سيبك من دبي، حطها على جنب. قلت على جنب. بص هو عشان البنات قلت على جنب ايجابي ولا جنب سلبي؟ لا اصل ده موضوع تاني، موضوع تاني خالص. بس دبي بس ايجابي ولا سلبي في الطب؟ لا هي دبي حاجه تانية خالص. دبي اتس سنغافور اوف ميدل ايست. هي مش مركز عربي، مركز عالمي لكل الجنسيات، لكل الناس موجوده في ايه؟ في دبي. ففيها قوانين وشغل مختلف تماما من ناحيته، يعني فيها جزء تجاري وجزء طبي وجزء الكلام ده كله، ففي موضوع مختلف. بس انا بشوف سلبيات كتير معموله هناك، كتير جدا جدا كتير جدا، واسماء عامله نفسها بروباجندا وهم مش بروباجندا، هم مهاريين في اهل البروباجندا. الامارات نفسهم الاماراتيين اللي هم نيتف من الامارات بيعملوش في الامارات. لا بيعملوا في اوروبا وبيعملوا عندنا في مصر وبيجوا طبعا بيعملوا على فكره مصر كتير قوي، يعني النيت بتوع الامارات بيعملوش في الامارات نفسها. لان الموضوع فيه جزء تجاري بروباجندا جدا. عندهم هم صناع كيف يصنعون بروباجندا حوالين نفسهم. دي بقى على بيروت. بيروت اللي خدت شغلتها من حاجه واحده فقط، من التلفزيون. بنات حلوين. هم مش حلوين والله. لا حلوين. لا والله لا حلوين. لا لا لا, 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 لا اختلف معاك تمام. اسمع بس، لا خلاف. البنات اللبنانيات يعني صدقني عن تجربه، انا اللي بقول لك برضه عن تجربه، يعني لا بقى احنا لا انا تجربتي اقوى من تجربتك. لا تجربتي انا لا والله تجربتك اقوى من تجربتك والله. طب يا ابني لا هقول لك نتكلم كده. لبنان خدتها برضه كنوع من الدعايه ليها. كويس. لدرجه انهم عاملين دلوقتي كود ميسره لعمليات التجميل. طبعا. كويس. هم واخدين من هم البنات بتاعتهم الشكل والاداء والكلام ده كله، فحط في دماغه ان الجمال كله في بيروت، فلما الاقي كل البنات حلوه في منطقه فاكيد الدكتور التجميل اللي بيعمل هناك يبقى ده بنات حلوه صح. فالموضوع ملوش علاقه خالص بالبلد. احنا احسن دكاتره بدليل مفيش دكتور من مصر حته بره الا ما نجح وفشل. نجح ما مش حد راح وفشل. مفيش. لا وعلى فكره يعني يعني موستلي كان في من 10 سنين اللي كان بيروح مش هم الفيرست كلاس. دلوقتي في العشر سنين اللي فاتوا لا في الفيرست كلاس. الفيرست كلاس بيروح. وليه اسم والبدايه اللي احنا اقصد الفيرست رو اللي هو الصف الامامي اللي هم الناس الاوائل الجامدين.
في مؤتمر في المانيا بتاع شرايين تلات ارباع مصريين. اه ما لا الشرايين ده احنا جامدين قوي في الشرايين. تلات ارباع مصريين. اه احنا عندنا جمال سامي وعندنا ناس يعني انا بكلمك على حاجات يعني تلات ارباع مصريين. فالموضوع يعني احنا اقوى بكتير من ناس كتير. بس جاست ان احنا نطلع ذا يعني ان احنا نقول للناس ان احنا كويسين. هنوري شغلنا للناس اكتر من نوري كلامنا. تنورتنا. سعدنا بهذه الزيارة سعادة غامرة كالعادة ممتع في حوارك كالعادة. بس النهاردة عجبني قوي ان انت بقى يعني جيت طلعت موضوع النحو الديناميكي بشكل علمي شديد الوضوح. شرحت قوي للناس يعني ايه النحو الديناميكي. فهمت ناس كونسيبت جديد انك مش هتطلبي شيء معين. القصة مش العيب في ديفو معين. ممكن يكون العيب من قدام في البطن ومن ورا في الخلفية والظهر. لازم ناخد بالنا ان نفسك على كلك. يعني داير ما يدور مش على حته معينه مضايقاكي. داير ما يدور باللغه البسيطه اللي الناس عارفاها من زمان. ضيف العزيز الاستاذ دكتور حاتم الصحار كان مبدعا كالعاده. شيء الدكتور نورت يا دكتور. ربنا يخليك. وبيروت برضو لا بنات لبنان روعه. نورتنا دكتور حاتم. احنا وانت وبعدين ندي تقييم في الاخر. باشا انا يعني لازم اعزمك هناك. انا لا لا بص على حاجه صغيره. انا عازمك المجاري. ماشي خلاص ما هتشوف تبوله. تبوله. خليكم دايما مع دكتور. ايه اللي بيفرق زراعيه عن التانيه؟ كلما كانت معالجه السطح اعلى، كلما التكنولوجيا المستخدمه في معالجه السطح دي كانت اكتر، كلما كان تحفيز العظم او كميه العظم اللي بتتبني في وقت صغير اكتر. يبقى احنا عايزين نقول ان انت خلعت ضرس لازم تعوضه وبسرعه، وتعوضه بالزراعه مش ان انت تحضر سنه قبل وبعد، يعني تبوظ سنه قبل وبعد عشان خاطر تعمل كوبري. يبقى الزراعه هي الحل الامثل لتعويض الاسنان، عشان الشكل، عشان حالة الأسنان، عشان صحة الأسنان، عشان مفصل بتاعك، عشان تعرف تاكل زي ما كنت بتاكل. زمان كنا بنحط الزراعية ونستنى عليها 6 شهور. معالجة السطح دلوقتي خلتنا بنقعد 6 أسابيع وشهرين بالكتير قوي عشان نحمل معاها. ودلوقتي الأبحاث الحديثة والتكنيكس الحديثة والطرق الزراعة الحديثة اللي هي خلتنا نوصل لحاجة اسمها immediate implant, immediate load. إن احنا مجرد ما بنخلع السنة نحط زراعية عليها ونقدر نحمل عليها على طول. ده الطريقة المثلى لتعويض الأسنان. انت مجرد ما بتخلعها بتحط زراعية مكانها، وفي نفس الجلسة دلوقتي احنا بنقدر نخرج بسنة طبيعية ما فيهاش أي مشاكل. شكلك زي ما هو، كل حاجة زي ما كانت بالظبط. طب كان عندنا مشاكل كتير كنا بنواجهها زمان، زي مثلا السكر، هشاشة العظام، زي الجيب الأنفي لما بيحصل له سقوط، زي أماكن العصب اللي موجود فيها في الفك. دلوقتي احنا بقينا نقدر نتعامل مثلا مع الجيب الأنفي. الجيب الأنفي لما بيعمل له سقوط بقينا نقدر ان احنا عن طريق فتحة اللي احنا بنحط فيها الزرعية، فتحة صغيرة خالص، بنرفع بيها الجيب الأنفي ونحط عظم تحت الجيب الأنفي ونحط فيه الزرعية ونحمل في وقت صغير جدا. الناس اللي كان عندها مشاكل مع العصب بتاع الفك، كان العظم كش مطرح ان احنا قعدنا فترة طويلة من غير ما نعوض الأسنان دي، فكان قرب من العصب اللي موجود. بقى دلوقتي عندنا الزراعات المايلة، بقى عندنا زراعة العظم. العظم دلوقتي بقى بيجي، العظم الصناعي بقى بيجي، بنحط الزراعية بتاعتنا ونحط حواليها العظم بتاعنا ونسيب لحد ما العظم ده يمسك نفسه، بيبقى زيه زي العظم الطبيعي بالظبط، بيبقى حتة واحدة مع العظم الطبيعي بالظبط، ويدينا الثبات ويدينا التوازن بتاع الزراعية اللي حطيناها. الزراعية المايلة خلتنا كمان نقدر نتحايل على الجيوب الأنفية اللي ساقطة والأعصاب اللي ماشية تحت العظم اللي هو كش مع مرور الوقت، من غير ما يبقى عندنا مشكلة جراحة أو الدكتور يقولك إن أنت ما ينفعش معاك زراعة. استخدام البلازما والبي آر إف في الزراعة. إيه هي البلازما وإيه هي البي آر إف؟ الكلام ده دي مكونات. البلازما ده مكون من مكونات الدم عن طريق إن إحنا بنسحب من المريض. البلازما دي ميزتها إيه؟ إن هي غنية بعناصر الشفاء وعناصر النمو. ده اللي بيخلينا نقول إن الزراعية ممكن تثبت في وقت أصغر، يخلينا يخلي العظم يلتئم حواليها في وقت أصغر. والبي آر إف اللي إحنا بنخرجه برضو من البلازما اللي هو بيبقى عبارة عن غشاء أو ممبرين بنحطه فوق العظم الصناعي اللي إحنا حاطينه،
برضو عناصر النمو اللي فيه وعناصر الشفاء اللي فيه بتخلي العظم ده ينشف او يمسك في وقت اصغر. فدي من الحاجات اللي ساعدتنا جدا دلوقتي في الزراعه. في عندنا حاجه اسمها الاولين فور. الاولين فور دي للمرضى اللي هم العظم تاكل عندهم بنسبه كبيره جدا. ففي الاخر بقت لستة الامراض او المشاكل اللي احنا ما بنقدرش نزرع فيها قلت جدا. مريض السكر المنتظم دلوقتي يقدر يزرع لان احنا عندنا معالجه سطح. مريض الروماتويد مرضى السيوله لو بنسبه معينه نقدر نزرع معاها. بقى من حق اي بني ادم ان هو يعيش لحد اخر يوم في عمره باسنان. حق اي بني ادم ان هو يستخدم اسنانه ويقدر ياكل ويمضغ باسنانه. مستشفى بداية. أعظم اختراع في طب الأسنان هو جهاز السيرك والأشعة الثلاثية الأبعاد. كل العشرينات عندهم اكتساب الأسنان وستين الناس ما تعرفش إن لها علاج. مش عارفين عندهم مشكلة. الخطة العلاجية في الزراعة أو في التجميل سبب النجاح الرئيسي. احنا دورنا إن احنا نحسن الحالة الحياتية للناس. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. دكتور نور اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. وحشني جدا جدا. وحشني جدا جدا جدا. خلينا نبدا طريق طويل، هبداه بسؤال وهنسمع تفاصيل القصة النهاردة. لو لم يكن التصوير والفيديوهات والسينما بتسطر الإنسان من أوله، النجم من أوله، ما كناش عرفنا أن فيه نجوم كتيرة جدا غيروا شكلهم وغيروا أسنانهم من سيء جدا ومن أسنان بايظة خالص لأسنان جيدة جدا، صح؟ طبعا. ده يخلينا أفهم الناتشراليتي أو الطبيعية هي المفتاح ولا لا، بس خلينا نشوف هذا الكلام المهم. أهم ما في الممثل هو تعبيرات وجهه، وأهم ما في تعبيرات وجهه هو الابتسامة، وأهم ما في الابتسامة طبعاً الأسنان. توم كروز واحد من مشاهير هوليود اللي قام بعمليات عديدة لتغيير شكل أسنانه. طبعاً غالباً هننسى شكل أسنانه المخيف القديم لأنه قام بعمل التغييرات مبكراً في بداية مشواره الفني. نجم هوليود بدأ حياته بأسنان صفرة معوجة وغير مصطفى، بعدها قام بعمليات لتبييض وتقويم الأسنان، لكن ما كانتش كافية، فقام بزراعة أسنانه الأمامية كلها وأوقف معاناته. كمان الممثل الشاب زاك اللي اشتهر من أول فيلم الجيران، قبل ما يوقع عقده مع ديزني كان مضطر لإصلاح أسنانه الغير متساوية، ده طبعاً غير تبييضها، ومن ساعتها ومعجباته من المراهقات بيفقدوا وعيهم قدام ابتسامة زاك. واضح ان معظم ابتسامات هوليود جمالها من صناعة طبيب الأسنان. واضح انه معظم ابتسامات هوليود جمالها من صناع ابتسام او صانع ابتسامة وجمال الأسنان او دكاترة الأسنان. ومن هنا حتى الهوليوديين او ممثلين هوليود ادوا كثير من التعبيرات لعلم الاسنان، الابتسامه الهوليوديه وتجميل الاسنان. هوليود سمايل. هوليود سمايل. تمام. خلينا ابدا الاول، تجميل الاسنان قواعده ايه؟ تمام. الاول لازم اعلق على الفيديو ده. حضرتك لو انت ما تعرفش ان توم كروز عامل اسنانه وبتتفرج عليه في الافلام مش هتعرف ان هو عامل. ليه؟ وهنا دي المشكله اللي بدات تحصل واللي احنا المفروض كاعلام طبي نبدا نواجهها، بدات تنتشر بشكل مش طبيعي. حضرتك لما تبص على توم كروز انت شايف سنان طبيعيه لايقه عليه، لما تشوفه عمرك ما هتقول ان انا عامل اسنان، تمام؟ لا، احنا بدانا دلوقتي نشوف نماذج كتير جدا، والمشكله الاكبر انها من ناس في الميديا، يعني ممثلين، ممثلات، مغنيين بيبداوا يتعاملوا مع الاسنان ويعملوا تجميل في الاسنان، هو متخيل ان هو عمل تجميل، هو عمل تشويه للاسنان. لان تجميل الاسنان لو ما كانش طبيعي، وانا قبل كده فاكر في اول حلقاتنا خالص كنا بنقول دايما لما الحاله تخرج من عندك والناس تقول لها ايه ده انت عامله اسنانك،
يبقى الدكتور ده فشل. طبيعي جدا. ليه؟ لان المفروض لما اعمل اسناني اعملها طبقا لمقاييس ومعايير معينه لا اتعداها. تمام. طيب لو انا بدات اعمل بقى ايه، مش عامل اسناني مظبوطه، مش عامل الفورم الصح، مش عامل الشيب الصح، مش عامل السايز الصح، مش عامل اللون الصح، يبقى انا كده خرجت عن المقياس الطبيعي بتاعي. وده اللي بدا ينتشر في مصر بالذات. تلاقي نجمه طالعه راحت عملت اسنانها، اول ما تشوفها هي الناس اصلا بقت نفسها تتريق. الناس بدات تقول هي عامله ليه كده، هي ليه بقى ليه بقى عندها ضب، ليه بقى شكل اسنانها مش طبيعي. هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا. اي دكتور اسنان في سنه اولى طب اسنان درس ماده اسمها دنتال دنتيشن. يعني ايه دنتال دنتيشن؟ يعني الاناتومي او الشكل الطبيعي للسنه اللي ربنا خلقها. هما ليه كانوا بيعلمونا كده في سنه اولى؟ انا بفكرك ان ده في سنه اولى اول حاجه. لا احنا سنه اولى خدنا حاجات ثانيه، خدتوا اناتومي. احنا خدنا اناتومي وفي خدت اناتومي. ما انا لازم اخد، انا دكتور اسنان لازم اخد اناتومي بتاع الاسنان لان انا دكتور اسنان. طيب هيك لو بصيت على الدياجرام اللي مرسوم ده، الدياجرام ده بيوضح لي حاجه بسيطه جدا، يعني مثال بسيط جدا، ان السنه الاماميه مش فلات. يعني لما تاخد وشها هو مش فلات، هو في تعريج معين علشان تدي الشكل الطبيعي. وما تبص عليها من الجنب من البروفايل ليها زي كونكافيتي او واخده زي قوس. مفيش سنه شكلها واقف ستريت كده، ومفيش سنه فلات. طيب انت بتعرف كبني ادم لما تبص لوش بني ادم ايه الابعاد اللي في وشه اللي بتقول ان هو انسان طبيعي؟ عنده الشعر وجبهه وعينين وحاجب وانف وفم ودقن. طيب لو كل ده بقى فلات هينتفي عنه كون ان هو بني ادم، لان الشكل او العين اللي مدربة على تحديد شكل البني آدم الطبيعي شايفة شكل مش طبيعي. هو مش فاهمين ان هو مجرد ان هو غير الفورم او الشيب بتاع السنة هو خلاص ما بقاش عنده الشكل بتاع البني آدم، فبقى شكله مش طبيعي. هيك اول ما يبص عليه ايه ده انت عاملة كده ليه، ايه ده شكلك بقت مش مظبوط، لان هي بعدت عن الشكل الطبيعي اللي ربنا خلقه. احنا نقدر نعمل تجميل ونقدر نعمل تبييض، يعني نقدر نخلي الاسنان لونها ابيض، بس ابيض لانهي درجه؟ للدرجه اللي تليق عليك. اقدر ارص الاسنان للدرجه السليمه، انما التجميل يبقى كل واحد بيقول انا دكتور تجميل وما عامل تجميل وما عامل حاجه انا بسميها دلوقتي. احنا لما طلعنا اول من 5 سنين مع بعض كنا بنتكلم على هوليوود سمايل، هم حولوها لحاجه اسمها اللبانه سمايل، كانك جايب لبانه بيضه وحطيتها على اسنانك وعامل بينها مفرقها كده كفرقها اسنان. بيتقال عليها بره ايه؟ بيتريقوا، بداوا يتريقوا على الشكل السمايل ده، اسمه تشيكليتس تيث سمايل، وعاملين زي تريقه عليه. واحد حاطط سنتين، حاطط جايب تشيكليتس وحاططهم. فين الفورم؟ فين الشيب؟ اهم حاجه في تجميل الاسنان الشيب، السنه نفسها. فين الفورم بتاعها؟ فين شكلها؟ فين رسمتها؟ انت مش حاطط مكعبات في بق الحاله، لونها ابيض. طيب فين شكلها؟ احنا اتفقنا قبل كده ان 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 في التجميل لازم اراعي ان انا ادي حاجه اسمها افكت، او ادي الناتشرال ابييرنس. لو انا قدرت اعمل تجميل شكله طبيعي، واحنا على فكره عندنا ممثلين كتير عاملين عندنا ما تعرفش انها عامله، واحنا ما بنقولش انها عامله، ومحدش هيعرف انها عامله. ومطربات في ستار في عالم الغناء كتير سنانها كان فيها مشاكل كبيره جدا، بس حضرتك لما تقعد معاها بس تشوفها دلوقتي مستحيل تنسى، مستحيل تعرف. مش لا بس وفي نجم مغني كبير جدا رقم واحد عامل اسنانه ومحدش يعرف، لان شكلها طبيعي جدا. وزي ما انت شفت توم كروز عامل ونيكولاس كيدج عامل، في ناس كتير عامله، في ممثلات كتير بره عاملين، مش ممكن تعرف. ده اسمه تجميل الاسنان. اي حد بقى عامل اسنان حضرتك قوم بص كده، اللي عمل اسنانه او اللي عملت اسنانها قوم بص في المرايه، شوف انت شكل اسنانك عامل ازاي، هل هي طبيعيه؟ لو مش طبيعيه يبقى انت نفسك انت غلطان، لانك انت رضيت ان انت تتخلى عن اول حاجه في انسانيتك اللي هي ايه؟ شكلك الطبيعي، الشكل اللي ربنا اديهولك، الرسمه الطبيعيه للاسنان. ما هو انت الرسمه الطبيعيه للاسنان ليها شكل، ليها رسمه، ما تتخلاش عنها. والدكتور اللي ما بيعملش الشكل الطبيعي ده احنا اساتذتنا الكبار معلمينا زي ما قلت لك في سنه اولى، سنه ليها شيب، الشيب ده لازم توفره. يعني دي اسنان معموله معموله تجميل. هيك بص اخر السنه واخده الكيرف بتاعها، واخده الارش او القوس الشكل المقوس بتاعها، مش نازله فلات. شايف التعريج اللي في الاسنان؟ شايف الريفلكشن؟ شايف احنا مكبرين الاول السنه قد ايه؟ احنا مكبرين السنه جدا. ليه؟ لان احنا ما عندناش ديفو،
لما يبقى ما عندكش ديفوق دايما لما تكبر الديفوهات تبان. لا هيك احنا بنكبر اهو وبنوري الاسنان. ده بالعكس حاله بنت دي على فكره. بالظبط. حاله بنت, حالة بنت. اسمها موديل هي كانت عندك. بالظبط. لما حضرتك تبص على الاسنان شايف الكونكافيتي, شايف الريجولاريتيز او الـ او دي اسمها هاند ميد. ده تجميل معمول بالايد. استخدمنا فيه السيرك علشان ابقى ضامن المقاسات بتاعتي وابقى ضامن الفيتنج سيرفيس. بس لازم ما اخدهاش. ما هو دي بقى المشكله, بياخد واخد السنه حاططها في بق الحاله. حضرتك ما بتعملش كده. هيك السنه لازم تديها الفورم بايدك, تمسك بايدك كده وتبدا تنحت فيها, تديها الرسمه بتاعتها, تديها شايف برضو هنا عدم الانتظامية. ده مهم قوي. ده كل ما كنت ناتشرال كل ما اديت الشكل الطبيعي والجمالي. لكن ما جيش تقوم عامل لي مكعبات لونها حلو وابيض. عندك مشكلتين. عندك مشكله ان انت ممكن تكون عملت اللون ابيض من اللازم وهنا بقت الحاله مش مظبوطه, وفي نفس الوقت لو انت مش مديها الحروف دي. على فكره معموله بقشره تجميليه سمكها لا يتعدى 2.10 من الملي. ازاي حضرتك تقدر توصل انك تعمل الريجولاريتيز اللي فيها دي؟ دي حرفه. لازم تكون متدرب ازاي تتعامل مع الماتيريال دي. ماتيريال سمكها 2.10. حضرتك سمكها سمك الورقه دي, لو مسكنا الورقه دي سمكها 2.10 من الملي. ازاي تطلع منها الفورم السليم؟ حضرتك في فروع كتير في طب الاسنان. لو انت ما بتعرفش تعمل تجميل اسنان في فروع تانية, في ممكن حضرتك تشتغل دكتور علاج عصب, ممكن تشتغل دكتور زراعه, ممكن تشتغل دكتور تركيبات. على فكره الناس بتحتاج التركيبات وبتحتاجها بشكل كبير جدا. كل واحد عمل علاج عصب محتاج. لكن تجميل الاسنان لازم تكون دارس مواضيع كبيره جدا. دارس اضاءه, دارس هارموني, دارس فنون تطبيقيه, غير ان انت دارس اسنان ودارس اسنان. وزي ما بقول لحضرتك هم ما بخلوش علينا في طب الاسنان في الدراسه, ادوك كل حاجه. امتى التجميل يتحول الى حاله من حالات التلوث البصري؟ اذا عملتها اللي بنى سمايل, اذا عملتها فيك سمايل, اذا عملتها تباشيره سمايل. تباشيره شوف بقى اقول اسامي بقى كتير. ايه قلت تباشيره؟ والله حالات عاديه. سيراميك سمايل. بقول قول كل والله حالات بتيجي تقول كده. تقول هي دكتور اوعى تعمل لي, بتيجي الحاله لسه ما تعرفنيش فتيجي تقول لي دكتور والنبي انا عايز اعمل تجميل بس بلاش لون التباشير ده, انا مش عايزه كده. اقول لها على فكره انت انسانه ذكيه, انت اذكى من ناس بتتعامل في الميديا مفترض فيها ان هم ليدر. انت حك لما تبقى ممثل او ممثله او موديل انت بتتعاملي مع كاميرا, يعني المفروض دارسه اصول التعامل مع الكاميرا, يعني اصول دارسه التجميل. حضرتك لما تعملي حاجه غلط انت بتدي مسج. مبدئيا انا ليه بقول كده؟ لان احنا تعبنا في طريقنا اللي فات في السنين اللي فاتت دي علشان نخلي مصر يعني زي ما يقولوا ايه, يعني ان الناس تقبل على عمل تجميل الاسنان في مصر. فاحنا كنا بنقدم نماذج للتجميل السليم. بدات تنتشر بقى السمايلز وناس تتريق بره يقول لك ايه ده بيعملوا سمايل شكلت ستيس سمايل في مصر. لا احنا ما بنعملش كده. ده في مجموعه من الناس غير المدربه هي اللي بتعمل كده, ومجموعه من السليبرتيز الغير اللي ما عندهمش وعي عن التجميل كويس بيطلعوا يعملوا كده فبيدوا انطباعات غلط. لا تجميل الاسنان في دكاتره في مصر موجودين بيعملوا تجميل اسنان زي يمكن احسن من هوليوود نفسها ومن احسن الناس. بيمسك الاسنان بيعمل لها حاجه اسمها هاند ميد. السنه لازم تتعمل بايدك, لازم تديها الـ الفورم والشيب والسايز والعلاقات الطبيعيه اللي ربنا خالقها واديك اللون اللي يليق عليك. ده المهم. انا عايز اقف قدام نقطه في تجميل الاسنان. النقطه دي ناس كتير بترتبك فيها, ودي برضو بعض المرضى بيعتقدوا انهم لهم حريه الطلب فيها. حريه الطلب التام يعني, وهو اللون البنت بتيجي تقول لك انا عايز اللون ده. تمام. وفي كمان يعني موديلز بتبقى عندكم في طب الاسنان بتوروها للمرضى. تمام. بتقول له دلوقتي في درجات عايز ايه. انت بتعمل كده ولا ده غلط؟ لا انت عندك انت المصمم. انت الديزاينر. تمام. ما ينفعش في عالم الموضه مثلا واحده تكون مليانه جدا وتقوم عامل لها ملبسها بادي ستومك. ينفع؟ لا. يبقى انت اديتها حاجه, هي جايه تقول لك انا عايزه حاجه تايت قوي عليا, هتطلع كل الديفوهات. يبقى الديزاينر مهمته انه يخفي الديفوهات ويطلع ويبرز النقط الجميله. تمام. طيب واحده بياض عينيها لا يتناسب معاها لون زي البي ال 1 وده واحد من افتح الالوان مثلا, وجيت انت حضرتك حطيته لها
سمعت الكلام وحطيته له، هتفضل طول عمرها طول ما هي بتتكلم محدش عارف يبص في عينيها، مفيش اي كونتاكت، كل الناس كل ما تيجي تتكلم باصين في عينيها، تيجي تتصور شكلها مفيش غير بقها اللي باين كده، انت شوهتها. لان مش معقوله ان انت كل يعني مش معقوله وانت بتتصور حاجه واحده بس اللي باينه فيك، المفروض الابتسامه المثاليه خلفيه حاجة، بنعمل اي كونتاكت مع بعض، انا باصص في عينيك لما بتتكلم، في خلفيه في ذهني هي اسنانك، لكن مش لكن مستحيل اكون في حاجه اسمها اي تيث كونتاكت، سمعت عنها قبل كده؟ في حاجه اسمها ان انا يبقى دايما عيني بص على اسنانك وانا بكلمك، في حاجه اسمها كده في بالشكل التجميل اللي انت لو بالشكل اللي مش طبيعي يبقى هنوصل لده، وده بقى كتير. فانا يعني انا من دلوقتي بقول لا يا جماعه ما ينفعش تعمل كده، حقك اعمل تجميل، حقك تعمل تجميل، بس اعمل التجميل زي ما قلنا هوليوود سمايل، هي الابتسامه المثاليه الايديال البيرفكت، مش انك تعمل حاجه مش بتاعتك، ومش ان انا ممكن يكون اللون بتاعك حلو، انا اخترت لك لون وبتاعك صح وشكل لون عينيك وتمام، بس مش الفورم بتاعك زي ما قلت لك، شكل تيس حاطط مفيش اي كاركتر، مفيش ديجريديشن في الكالر، هو في حد سنانه من اول، مش احنا اتفقنا ان السنان لما اجي اكبرها الانسايزر ايدج ده شفاف وبعديه لون وبعديه فوق خالص بيحصل ساتوريشن كامله للكالر او اللون بيبقى كامل ناحيه اللسه، طيب يبقى ده اللي ربنا خلقه، ما ينفعش هم جايب لك سنه مصمطه كده كلها من اولها لاخرها نفس اللون ونفس وفلات وما فيش فيها اي بتبان. اي طبعا يعني اول ما العين تشوف حاجه مش طبيعيه على طول بعرف، بس احنا ربنا حاطط لنا كمبيوتر في عينينا غير عادي حساس، لان انت عندك احنا لما كنا بنقول بنعمل مثلا بالجولدن بروبورشن وبنقول ان السنه دي بتتعمل ب 1 to 1.618، احنا بنتكلم على ثلاث ارقام من الالف في الملي، ده ليه؟ لان العين مدربه انها تشوف ده، العين مدربه انها تقدر تعرف ان لو في ديفيشن عن الرقم ده لا في حاجه مش مظبوطه، فانت عندك كمبيوتر في عينيك، العين هتجيبك، ولازم تبقى عارف الهدف من التجميل انك تعمل تجميل مش انك تعمل تشويه. كان يعني في اعلان جميل زمان اسمه قوم اطمن على فلوسك، قوم اطمن على اسنانك، هنا تقوم اطمن على اسنانك. تعال نشوف الجمهور بيسال بيقول ايه. كنت عايزه اسال على تبييض الاسنان، لان انا كتير سمعت انها بتاكل من السنه يعني بتنحت فيها، فدي حاجه بتخوفني جدا ان انا اعمل حاجه زي دي، فكنت برضو حابه اسال ده نتيجته ايه او فوائده برضو، ولو عملته هيبقى كويس ولا لا. ضيفتنا العزيزه قالت سؤال كويس جدا، وتعبيرها وهي بتتكلم يدل على انها قلقانه على اسنانها، او قلقانه من سنانها، دي تحترم، تحترم جدا. اي حد يقلق على اسنانه ويتعامل معاها بحرص ويسال، ده عايز يحافظ على نفسه. لا ما اخشش كده. طب يدي الاسنان المشكله او السؤال العام. تمام. وعلى فكره اكتر شعب في العالم بعتقد انه ممكن جدا يقبل على كلمه تبييض الاسنان لاعتقاده ان ده احد الاساليب الجماليه، او هو ده الاسلوب الجمالي الاسهل والارخص. هو احيانا تبييض الاسنان بيكون هو الاجراء الوحيد اللي حضرتك محتاجه عشان تحصل على هوليوود سمايل، لو عندك اسنان مرصوصه كويس والفورم بتاعها كويس ومتناسقه مع بعض ومتناسقه مع وجهك، يبقى انت عندك كل حاجه، يعني اللون غير مناسب ليك، يبقى في الحاله دي ممكن تعمل تبييض للاسنان. طيب تبييض الاسنان مضر؟ لا مش مضر، اذا اتعمل بمواد معتمده طبيا، مش الحاجات الصيني اللي بتتعمل في المولات، لا بتتعمل بمواد طبيه مجازة من الاف دي اي فود اند دراج اسوسيشن بتاعت امريكا، ومجازة من الاوروبيان بتاعت اوروبا. يبقى انت كده بتتعامل في حاجه سيف، الجهتين دول هما جهتين يعني رخمه قوي بالعربي كده، طلعش الترخيص لماده الا اذا كان متاكد منها 100%. فاذا كنت هروح لدكتور انا واثق فيه واشوف المواد واتاكد انها ابروفد، حضرتك تاكد ان انت مش هيحصل لك اي مشكله، ويبقى التبييض امن ومش هيبقى فيه اي حاجه، وهتاخد ابتسامه كويسه. طيب في بعض الناس بقى اصلا ما ينفعش تبييض، عشان نبقى ايه متفقين على كده، الناس اللي عندها تتراسايكلين ستينز
اللي هم عندهم خدوا التتراسايكل وهم صغيرين او مامتهم وهي حامل. التتراسايكل ده نوع من المضادات الحيويه ده ما بيبيض. احيانا الامهات بتاخده غلط طبعا ده بيعمل مشاكل في اسنان الاطفال. ده ما بيبيض تمام. الناس بقى اللي بتشرب قهوه وسجاير ونسكافيه كتير كل يوم ما تعملش. طب هتعمل التبيض عشان نبقى متفقين، هتعمله يومين ثلاثه عشان فرح عشان مناسبه، لكن هيروح عشان لان انت اسنانك مصمطه. طب الناس اللي عندها المشكلتين دول عندهم حل؟ اه طبعا في حل. في حاجه اسمها القشرة التجميلية فائقة الرق، ودي احنا الحمد لله تقريبا يعني من اقل الناس اللي بتعملها في العالم. ليه فائقة الرق؟ انا هنا مصور لك الحالة بعد ما اتحضرت. ده شكل السنة، السنة تقريبا زي ما هي، طولها زي ما هو وشكلها زي ما هي. احنا هنا عاملين عملية اسمها رفنس او تخشين، ودي بتعمل بستون معينة مش مو يعني مش موجودة كتير علشان تطلع بالسمك ده. انت شايف الفينيرة قد ايه سمكها قد ايه؟ الفينيرة دي سمكها تقريبا 2.1 من الملي وبتتلزق. طيب هنا في حاجه مهمه قوي، هنا انا حضرت عملت حاجه اسمها رفنس وتخشين، وانا باكد ان خلاص قصه النو بريب وبعدها تاني وهنعمل حلقات تاني نو بريب بس من غير ما تلمس الاسنان، ده مش صح ومش مظبوط. ليه؟ لان حضرتك لو جبت ورقه سمكها 2.1 من الملي وحطيتها على سنتك ومشيت بايدك كده هتلاقي فيه ليدج، هتلاقي فيه حرف، الحرف ده بيجمع اكل وبيعمل التهابات في اللثه فهيبوظ السنه اللي حضرتك انت بتقولي اصل انا مش عايز المس السنان خالص، اصل انا خايف المس السنان خالص. حضرتك مبدئيا كده كده انت لمست السنان، مجرد انك تلزقي الفينير القشره التجميليه على الاسنان فانت بتعملي حاجه اسمها اتشنج، الاتشنج ده اصلا بيخشن السن. في ناس بقى ايه، وده بقى الحاجات الكوميديه جدا اللي بتجيلي في العاده، تقولي اصل انا رحت والدكتور ما لمس سناني خالص ولزق السنان علشان لما احب اشيلها اشيلها. طب انا هسالك سؤال، هو انت حضرتك رحت دفعت الفلوس دي كلها وعملت تجميل اسنان عشان تشيليها ليه؟ يعني ايه الفكره؟ ايه المبدا؟ طيب انا من هنا بقول لك اي واحده عملت تجميل اسنان وبتقول كده انا هديها 100,000 جنيه لو شالت الاسنان دي وجت باسنانها زي ما هي. مسابقه هي، اي واحده اتقال لها انها عملت اسنان نو بريب وان اسنانها فضلت زي ما هي بدون تحضير خالص، بدون تحضير خالص خاصه الاسنان السفليه، تشلي الاسنان اللي عملتها وتجيلي باسنانها اللي هي ما اتلمستش خالص دي وانا هديها 100,000 جنيه قدام الناس كلها. لازم يحضر مبدئيا بيولوجيك، انت عندك الاسنان السفليه دي مش عاده في الاسنان العلويه، لو حطيت 1/10 من الملي بين السنه السفليه وبين السنه العلويه مش هتعرف تقفل بقك، هتقفله ازاي؟ فلازم الدكتور يحضرها. بس في دكاتره مش امينه يقول لها انا مش هلمس السنين، ويجي هو شغال يقوم ماشي على السنه، ما هو حاجه بتتعمل في اقل من يعني بتتعمل في جزء من الثانيه بتعمل كده، فانت شلت ال 2.1 من الملي. لا احنا لازم نقول للحاله حاجة، احنا لازم نعمل المكان اللي الفينيره هتبات فيها فما يبقاش فيه ليدج، ما يحصلش التهاب للثه، وبالتالي انت لو حاجه وقعت خلاص مش هتيجي تلزقيها، او هو وده قليل جدا ده بنسبه 1 في المليون يعني. لكن مفيش حاجه اسمها ايه اصل انا لو شلت اسناني لو شلت اصل انا لما احب اشيل الفينير يبقى اسناني زي ما هي. طب عملت ليه تجميل؟ انت رحت ليه دفعتي كل الفلوس دي وقعدتي وعملتي تجميل؟ مش مبدا، مش لوجيك. دي كراون مش فينير. دي كيس. لا دي كيس، دي كيس سمايل ميك اوفر. لا لا دي كيس بنقول فيها ايه، دي كيس بنقول فيها ايه، ما شفناش الكيس دي. الكيس دي بنقول فيها ايه؟ احنا عملنا هنا ان التجميل مش ان انا بس اقوم حاطط سنان، حضرتك انا عندي هنا مشكله في اللثه يبقى لازم اعالج اللثه، لازم اعمل الجامي سمايل وارسمها ويتعمل لها حاجه اسمها نحت تجميل للثه، ولازم يعمل القصه دي نحت التجميل للثه واحد بروفيسور فيها. تمام. تاني انت حضرتك شايف ان في ضرس اصلا، ان في ناب اصلا مش موجود؟ شايفه؟ شايف. طيب حضرتك في التركيبه في التجميل متركب، مش حاسس ان هو طالع من اللثه؟ طبعا معمول له مكان في اللثه. اتعمل ازاي؟ ده اعلى مستويات تجميل اللثه في العالم. احنا عملنا تخنا اللثه، يعني عملنا حاجه اسمها ترقيع للثه، يعني عملنا لها ثيكنس، وعملنا فيها حاجه اسمها ديبريشن يعني اوفييت، خلينا الناب كانه نازل من اللثه مع ان هو اصلا ملوش مكان، هو اصلا اللثه هنا مش يعني ده مخلوع. ده تركيبه؟ ده كل ده كراونز. يعني مزروع ولا لا؟ ده بريدج يعني تركيبات. لان ما كانش عندنا في الحاله دي، الحاله عايزه تعمل بسرعه وما عندهاش عظم كافي انها تعمل زراعه، فتعمل على طول بريدج. الفكره بقى الاحتراف انك تعمل ايه؟ تطلع الكراون كانه طالع مكانه موجود جوه طالع من اللثه،
تمام. طيب اللون، واحنا ليه ما عملناهوش لون فيك بقى؟ انت لما تبص على الاسنان دي هو نفس اللون، لونها طبيعي. اه يعني فتحته سنه صغيره، فتح سنه صغيره، ما ان احنا في ايدينا نعمله فتح جدا. لا مناسب كده ليه؟ ليه؟ لان احنا عندنا بعد تاني، انا عندنا بعد تاني. لازم ما اجي اختار اللون اختاره صح. الفورم بتاع السنان، الشيب، مراعاه فيها كل ابعاد التجميل. لما 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 اجي اعمل الكيس دي، الحمد لله لما اتحطت في منتدى طبي، طب مش في منتدى للناس، واخده من الحاجات اللي واخده رانك عالي جدا. ليه؟ لانها حاله كامله، حاله تعمل فيها حاله جلسه، تعمل فيها اسنان الشكل الطبيعي. هنا هنا حضرتك بص على السنان اللي فوق دي، ان لو قابلت الحاله اللي عامله السنان اللي فوق دي في الشارع، هل ممكن تعرف انها عامله اسنان؟ هي اجمل ما في الحاله دي كمان انها في ميناين، يعني روعيه كمان الابعاد الانثويه للسن. احنا هنا عملنا على فكره تجميل للشفايف من غير ملمس الشفايف. ده انا اللي قايل لك من غير ملمس الشفايف هنا عملنا تجميل للشفايف. ده رايي انا. طيب لما السنان اتظبطت الشفايف نفسها عرضت بالظبط. لان عوجه الاسنان قبل كده كانت مبوظه، كانت مخليه الشفايف رايحه وجايه. هنا اتفردت. هنا انا اللي مركز عليه ايه؟ بص حضرتك شكل الناب، بص شكل اللاترال، بص هتلاقي في نص اللاترال من تحت في نوتش صغير قوي. في حركه صغيره كده معموله، الحركه دي اللي متضايق ايه؟ مدين السنان دي طبيعيه. واللي بعديه كمان في حركه، واللي بعديه في حركه صغيره. دي بنمسك السن حضرتك، احنا بنعمل احنا الحمد لله اسم تجميل الاسنان عندنا بيشتغل هاند ميد، ومعروف ان اغلى واحسن الستايلز او الديزاينز بتعمل هاند ميد. اخدك اقوم اعمل لك حاجه بتاعتك انت متفرد. لا واحنا لو شفنا الصوره من قريب كمان من غير حتى اللايب ستيك او من غير احمر شفاه، هيبان انها فيميل. السنان تمام، ليها كاركتر، ليها شخصيه. في ميناين كاركتر، في سنان في ميناين، وفي سنان فيرلايزد كاركتر. في ميناين يعني بناتي، وفي سنان رجالي. تمام، انت نورتنا النهارده، انا اتشرفت بيك وسعدت سعاده غامره بهذه الحماسه الرائعه. وارجوك عايزين نبطل اللبانه سمايل. اللي بنى سمايل بعد اذنكم، بعد اذنكم، وتشيك ليست سمايل، والتباشيره سمايل، والسيراميكا سمايل، والبلاطه سمايل، والبلاطه كل السمايلات الغريبه. كالعاده دايما في عالم التجميل عندما يكون الحوار عن التجميل اجدك بتتحدث بحماسه رائعه، حماسه الغيران على مجال انت بذلت فيه مجهود كبير جدا، ارسيت قواعد، وفي وقت من الاوقات كانت بنسمع اصوات يقولوا ما فيش حاجه اسمها تجميل اسنان، المساله كوليكشن، او بمعنى اصح عمل اكتر من سيستم. طلع بعد كده الاصوات نفسها تقول لا ده في تجميل اسنان وله علم والى اخره، انقلب الكلام. فحماس محمود وحماس مفهوم لمن دافع لفترات طويله عن قسم مهم في العالم نتمنى تواجده الان في الجامعات المصريه اسمه قسم تجميل الاسنان. نورتنا، تشرفت بيك وسعدت بهذه الزياره سعاده غامره. كالعاده مبدع، وكالعاده يعني صاحب كاريزما متميزه، هو ضيف العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى، كان ضيفي في الدكتور في حوار عن التجميل. وزي ما هو قال، خليكم مع المقاييس التجميليه الطبيعيه السليمه، ابعد بقى عن اللبانه سمايل، صح؟ خليكم مع الطبيعيه سمايل. خليكم مع الدكتور. اهلا بكم. ما تستهينوش بالزحلقه دي، الزحلقه دي خطر جدا حتى في بقى احنا ما عندناش جليد، يعني كله جايب في الجليد بمناسبه الساعه اللي احنا فيها، لكن هي الجليد احنا ما عندناش كتير جليد الا بقى يعني في اماكن معينه في مصر، لكن في الحمامات زحلقه فيها، ميه محطوطه في الارض وست البيت مش واخده بالها راحت ماشيه من الزحلقه، في الطينه الزحلقه في الطينه، الواحد ياخد وينزل على المقعدة، واحد يقول لك انا قعدت كده، نزلت قعدت، بعديها بقى حسيت او سمعت طقه، ده ديسك، ممكن الديسك يربشر في اللحظه دي، يربشر يعني ينفجر.
الغضروف يا جماعه اضعف فيما تتخيلوا، ممكن ينفجر في اللحظه دي، فالوقعات في منتهى الخطوره، ما تستهونوش باي وقعه. السلم اشهر وقعات، الست تبقى سمينه شويه وهي نازله على السلم كده، تروح رجلها فالته نازله قاعده، تسمع الصوت طقه، ظهرها يوجعها بعد كده، بعد كام شهر او بعد كام سنه حتى تبدا تشتكي من مشاكل في العمود والفقره كان سببها هذه الوقعه. فخلي بالكوا الوقعات في منتهى الخطوره، ربنا يحفظكوا. صحيح الوقعه ما بيبقاش يعني لنا يد فيها ساعات في معظم الاحيان، لكن الاهمال بيلعب دور كبير قوي في وقعاتنا، وخصوصا عدم حرصنا، وخصوصا برضو ان الشوارع مش بخير، والناس الكبار في السن بيعانوا في هذه الشوارع معاناه اكبر بكتير من الشباب، لانه كبير السن دوت اولا حركته مش مظبوطه، العمود الفقري بتاعه اساسا ضعيف، وهشاشه العظام ورده، والغضروف اساسا متيبس وضعيف على مدار السنين، فالوقعه بتكون وقعه خطيره للغايه. هنفهم اكتر النهارده فيما يتعلق بالغضروف، وعنوان الحلقه الانزلاق الغضروفي، ومفيش في حد في مصر اليومين دول ما بيشتكيش من درجه من درجات الانزلاق الغضروفي قد تؤدي الى احتياجه الى جراحات. اسمحوا لي ارحب بضيف عزيز عليا جدا، طبعا قيمه علميه كبيره وقمه كبيره في عالم جراحات المخ والاعصاب، وبلا شك طبعا هيشرح لنا النهارده كافضل ما يكون ماذا سيحدث عندما يكون هناك انزلاق غضروفي. الاسم الكبير والقيمه العلميه الجراحيه المتميزه الاستاذ الدكتور يسري انور الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب، واستاذ العمود الفقري بكليه الطب جامعه القاهره، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، وطبعا رئيس مجلس اداره ومدير مستشفى نيوروس للجراحات المتخصصة، الاسم الكبير مصريا وعربيا واسم عالمي قدير. اهلا بك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن. هل الانزلاق الغضروفي فعلا مرتبط بوقعات، ولا ممكن يحصل من غير وقعات؟ لا طبعا، هو الانزلاق الغضروفي الواقعة احد العوامل، لكن في الغالب بيبقى عندنا نوع من انواع التدمير البسيط على مراحل، يعني ما مش كل مرة بيبقى نتيجة وقعة، او في الغالب بيبقى المريض حصل عنده تآكل في الغضروف نتيجة أخطاء متراكمة، مع واحدة ورا التانية ورا التانية ورا التانية، لياقة بدنية ضعيفة، عضلات ضعيفة، سمنة، ممارسات خاطئة، وتيجي مرة واحدة حاجة بسيطة زي كده تعمل السيناريو المظلم اللي هو الألم الشديد في الظهر، وبينزل على الرجلين أو التنميل في الرجلين، أو عدم القدرة على حركة أحد القدمين، أو أن المريض يبقى عنده حتى أبسط من ذلك إمساك ويدخل التواليت بعد ما يعمل حمام يطلع عنده انزلاق غضروفي نتيجة إن الغضروف ضعف وبقى يعني واقف على شعرة، زي ما بيقولوا كده القشة التي قصمت ظهر البعير. إزاي بيحصل؟ يمكن الفيديو هنا برضو بيوضح لنا ألام. إزاي بيحصل الغضروف أو إحنا عندنا الغضاريف دي بتبقى موجودة ما بين الفقرات وبعضها، وازاي ممكن يحصل حتى الغضروف ده موجود غضروف الركبه نفسه طبعًا. كمان ازاي ممكن يحصل للمريض انزلاق غضروفي نتيجه وقعه او خبطه او حركه او ده هياثر على ايه؟ هياثر طبعا على الاعصاب اللي بتغذي منطقه خارج منها العصب اللي بيغذي منطقه معينه في الجسم. لما بنتكلم على الفقرات القطنيه يبقى الاعصاب بتاعت الرجلين، والمشهور قوي عند الناس كلها عصب بيسمى عرق النسا، الناس بتسميه عرق النسا. طيب انا عايز افهم دلوقتي، الانزلاق الغضروفي كان زمان يعتقد انه شيء خطير، وانه عملته في منتهى الخطوره، وانه لا تنجح لا تفشل، الجمله المشهوره. دلوقتي اصبحت عمليه مضمونه النجاح، ولكن لعب العلم الحديث دورا كبيرا. فعشان كده السؤال، ايه المفاهيم الحديثه المرتبطه بالانزلاق الغضروفي؟ طبعا دلوقتي اوضه العمليات ما بقتش اوضه العمليات التقليديه القديمه اللي هي جراح وممرضه ودكتور تخدير وشويه الات، لا طبعا اوضه العمليات النهارده بقت اشبه ما يكون باستوديو كبير، يعني يمكن احنا عندنا هنا في الاستوديو معدات كثيره جدا عشان تطلع في النهايه صوره واضحه وصوت نقي. لا احنا عندنا بيبقى في غرفه العمليات مش بس جهاز تخدير، احنا عندنا اجهزه الجراحه الملاحيه بكل بقى ما تشمل اجهزه الجراحه الملاحيه من تعقيدات وامور محتاجه ربط شديد جدا. بندخل كمان اجهزه رسم العصب او اجهزه مسح العصب داخل غرفه العمليات، ودي حاجه مهمه جدا جدا. بندخل المونيتورز، سواء كان المونيتور ده مرتبط بميكروسكوب، مرتبط بمنظار، بيدخل كمان معانا الليزر واستخدامات الليزر في العمود الفقري اللي بقت استخدامات واسعه جدا. فالنهارده ما بقاش مجرد عمليه تقليديه،
احنا بنرسم سيناريو مسبق للعملية، بندخل عشان نعمل عملية. ده مريض مثلا عنده انزلاق غضروفي على احد الفقرات، دي زحزحة فقرية كمان بتالي ولا ده بيوضح لنا ازاي هنستخدم، او احنا شايفين هنا التعقيدات بقى اللي داخل غرفة العمليات، اجهزة الجراحة الملاحية بما اجهزة الاشعة واستخدامات الاشعة داخل غرفة العمليات انترا اوبرتيف سيتي، وازاي بنستخدم الحاجات دي كلها علشان نعمل الجرح الكبير جدا اللي كان بيتعمل زمان بقى حاجة صغيرة جدا جدا. والاهم من كده ان احنا ما نشيلش اي حاجة من العمود الفقري اللي ربنا عامله. ما هو انت عشان تدخل تجيب الغضروف ده بالطرق التقليدية بتضطر انك انت تشيل عظم من عظام العمود الفقري وتفتح في عضلات وتبوظ خطوط دفاعية ربنا عاملها عمرك ما هتعوضها بأي شكل من الأشكال. النهاردة استخدامات الجراحة الملاحية زي ما احنا شايفين الجرح بيبقى صغير جدا جدا، بيقتصر على فتحة لا تتعدى 2 سنتي 3 سنتي في الجلد بس في النهاية. بنستخدم معاها المنظار، بنستخدم معاها الليزر، بنقدر ان احنا من خلال التقنيات المعقدة دي نوفر على المريض بدل العملية ما تاخد 6 ساعات ممكن تخلص العملية في نص ساعة أو ساعة إلا ربع. الأهم من كده ان المريض بعد العملية شايفين الدقة، طبعا ده بيرسم لنا صورة الأشعة بتاعت المريض وأنا داخل أعمل تثبيت للفقرات، أنا داخل إزاي وداخل بزاوية قد إيه وإيه اللي ناقصني علشان أحط السكرو بتاعي أو أحط الدعامة بتاعتي في وضع صحيح 100%. ما بقاش مسموح بقى أن يحصل مع الأجهزة دي والتولز دي أن يقولك المسمار لمس العصب، أصل الدكتور هو بيدخل بيعمل العملية لمس عصب أو لمس الحبل الشوكي أو أثر على حاجة، أو كان في حاجات بتحصل ولا زالت بتجينا حالات عاملة جراحات تقليدية ويحصل خطأ في الغضروف، بدل ما يشيل له غضروف بين الرابعة والخامسة شال له غضروف بين التالتة والرابعة أو العكس. ودي كلها أخطاء جسيمة جدا العلم والتكنولوجي حسمها تماما بحيث أن احنا نصل إلى دقة متناهية في العملية الجراحية. طيب تركيب الغضروف الصناعي، يعني الغضروف الصناعي أصبح موجود بكسرة، رغم انه يعني مثلا تبص تلاقي اللي ما بيعرفش يركبه او اللي مش متعمق فيه يقول لك غضروف صناعي ممكن الجسم يتفاعل معاه، الكلام اللي هو بتاع اي حاجه صناعي ممكن الجسم يرفضه، اي حاجه صناعي في ثقافه الجاهلين الجسم هيرفضها. صحيح. مفيش الكلام ده طبعا، لان احنا الغضاريف الصناعيه اللي بنركبها اولا منظمه الصحه العالميه عشان توافق على منتج وتقول ان ده ينفع يركب في الجسم اولا بياخد مراحل اختبارات بيبقوا 7 مراحل على الاقل. الحاجة التانية والاهم انه بيبقى مصنع من مادة خاملة يعني مختبرة عدة مرات على الحيوانات ثم على الانسان. العمر الافتراضي للغضروف الصناعي مثلا في الفقرات العنقية بيبقى تجاوز 120 سنة. شوف غرفة العمليات، انت عندك في غرفة العمليات كم فريق عمل، فريق عمل كبير جدا، في جراح عظام مع جراح المخ والاعصاب مع جراح مع دكتور متخصص في الفسيولوجيا العصبيه في مع 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 حد متخصص في الاشعه مع حد متخصص في الالات بتاعه الانترا اوبرتيف، يعني الالات اللي بنستخدمها جوه غرفه العمليات ما هوش مجرد حاجه صغيره زي زمان. شوف كم الاجهزه قد ايه عشان نصل الى ان احنا نعمل العمليه بتاعتنا. هو فريق مكون من 8 او 9 تقريبا. طبعا ليه؟ لان انت بتحتاج دقه عاليه جدا، تحتاج ان انت تحافظ على كل حاجه ربنا عملها. ده الغضروف الصناعي العنقي، لما بنشيل الغضروف الصناعي الغضروف في الفقرات العنقية شلنا الغضروف خلاص وحلينا مشكلة الانزلاق اللي عند المريض، أصبح عندنا مكان فارغ. هذا المكان لو سبناه يبقى يحصل فيه تليفات، والتليفات دي هتعمل للمريض آلام وهيبقى ما بيقدرش يحرك رقبته، هيحتاج انه يلبس رقبة. كل الكلام ده استغنينا عنه بان احنا بدأنا نضع الغضروف الصناعي المفصلي كامل الحركة اللي هيدخل في موضع الغضروف وهيعمل كل الحركات المنوط بها الغضروف، هيتحرك في كل الاتجاهات. الفتحة بتاعتنا مكبرة بالشكل ده، مفيش فيها اي تعقيد، المريض بيقدر يخرج من غرفة العمليات، يقدر يروح بيته بعد 48 ساعة، يقدر ينزل مكتبه بعد 3 ايام، يقدر يسوق عربيته بعد اسبوع. والناس مش بتصدق، يعني في مرضى كتير جدا تقول له انا ركبت لك غضروف صناعي وانت خلاص هتقدر تخرج، هتقدر تسوق عربيتك بعد اسبوع، بيبقى خايف ويعني متصور انه لو نزل وسائل العربية هيحصل له حاجة، الا لما بنأكد له وبنأكد ده اكتر من مرة
وبيبقى الامور احسن بكثير جدا من الجراحات التقليديه. هل الناس لغايه دلوقتي مش عارفه قيمه المنظار عن الجراحه المفتوحه؟ الحقيقه هو الموضوع ده فيه لبس كتير جدا، لان في ناس كتير جدا بتطلع تعمل ما يسمى بشفط الغضروف بقسطره وتطلق على هذا جراحه بالمنظار، وده نوع من النصب او الكلام الفارغ. الجراحه بالمنظار هي عمليه جراحيه كامله متكامله، زي بالظبط كده لما يبقى مريض عنده مراره وفي حصوات في المراره، عنده اختيارين، يا اما يدخل يعمل عمليه المراره بالمنظار والجراح هيدخل هيشيل المراره من ثقوب صغيره جدا في البطن، او انه يدخل يعمل عمليه جراحيه يشق البطن بكامل العرض بتاع البطن وفتحه كبيره جدا ويعمل جراحه تقليديه. لو خيرنا الاختيار العلمي الصحيح ما بين الاثنين طبعا الجراحه بالمنظار افضل. نفس القصه، جراحه استئصال الغضروف بالمنظار التي هي العمليه الحقيقيه بيتم فيها استئصال كامل للانزلاق الغضروفي، وبعد ما بنعمل استئصال الغضروف بنقدر نحط سواء غضروف صناعي او نحط دعامه او نعمل تثبيت زي فقره زي دي كده. الفقره بايظه، المفاصل بتاعتها بايظه، فلابد ان احنا ما نحلش مشكله الغضروف بس، لا ده احنا هنحل مشكله الغضروف باستئصال الغضروف، ثم نجري عمليه لتثبيت هذه الفقره اما من خلال دعامات او من خلال غضروف صناعي مفصلي كامل الحركه. بالتالي المنظار بيعمل ايه؟ بيعمل نفس العمليه الكامله المتكامله اللي هتتعمل بالجراحه التقليديه في 6 ساعات هيعملها في ساعه. الحاجه الثانيه انه هيعمل العمليه من ثقوب او فتحه صغيره جدا لا يؤثر فيها على البنيان الطبيعي للعمود الفقري. وبالتالي المريض ده لما هيخرج من غرفه العمليات مش محتاج ينام على ظهره لمده شهر، مش محتاج يلبس بقى حزام وممنوع يتحرك والكلام ده، لا هيقدر من اول يوم ينزل يمشي ويتحرك ويقعد على كرسي ويقف. ليه؟ ما احنا ما شلناش اي عظم من العظم الطبيعي اللي موجود. الاهم من ذلك بقى، علشان احنا حافظنا على التركيب الطبيعي للعمود الفقري، المريض ده هيبقى اقل عرضه لحدوث ارتجاع في الغضروف، عمره ما هيحصل له الغضروف مرتجع. ما هو ليه؟ لان المنظار ساعد على ان احنا نحافظ على العظام بتاعه الجسم والحركه الطبيعيه بتاعه الجسم، ولما نحافظ على الحركه الطبيعيه ده احسن ما يبقى المريض عنده حاجه ناقصه. بس مين بيعمل جراحات استئصال الغضروف بالمنظار التي هي جراحة حقيقية؟ على مستوى العالم تقدر تقول ان عددهم محدود، زي موهوبين الكرة ميسي ورونالدو والكلام ده، عدد قليل جدا. يعني مش كل الجراحين بتقدر تستخدم مناظير العمود الفقري، وبالتالي لما بنتكلم على عدد احنا بنتكلم على عدد على مستوى العالم رقم على صوابع الايد، مش رقم اكتر، ما يتعدوش صوابع الايد على مستوى العالم كله. ده اللي بيعمل جراحات بالمنظار، جراحات حقيقيه، وبيستخدم كل الوسائل والحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. مش كل جراح هيقدر يستخدم الجراحه الملاحيه، دي مساله بتحتاج تدريب وتطويع وسنين من الخبره كبيره جدا. وبالتالي لما بنتكلم عن ده بنتكلم عن جراحات حقيقيه وليس حاجات من الناس بتعملها بالطرق العادية. هل ممكن ندمج تكنولوجية الجراحة الملاحية مع تكنولوجية المنظار في جراحة واحدة؟ هو ده اللي احنا بنشتغل بيه، هو ده الفكر اللي احنا شغالين بيه في الوقت الحالي. زي ما انت شايف احنا بندخل بآلات المنظار، زي ما انت شايف كده قدامنا ده كله منظار، كل دي آلات منظار، بس آلات المنظار نفسها باينة على مونيتور وفي نفس الوقت مدموجة مع الجراحة الملاحية، علشان لما ادخل هبقى شايف بعيني، وفي نفس الوقت اللي انا شايفه بعيني ده مربوط بالاشعه بتاعت المريض ربطا دقيقا، ما يبقاش عندي احتمال ان انا ابعد ولو ربع ملي. الجرح نفسه بيقاس بالملي مش بالسنتي. الابيض ده اللي انا بتعامل معاه ده ايه؟ الابيض ده انا داخل بسلك غضروف، وهشيل دلوقتي الغضروف بالمنظار، استئصال الغضروف بالمنظار، وانا بشيل ده الغضروف اللي طالع ده، مجرد ان انا فتحت له شايف الفتحه قد ايه؟ يبقى انا لما عملت العمليه دي ساعدني في استخدام المنظار الجراحه الملاحيه، ساعدتني في تقصير وقت العمليه وفي الحصول على احسن نتيجه ممكنه، بحيث ان المريض بتاعي ده يطلع انا دخلت من ثقب طبيعي موجود ما بين الفقرات وبعضها، يبقى ما فتحتش عظم، ما شلتش اي حاجه من العمود الفقري، عملت له تثبيت بدعامات، خليت العمود الفقري اكثر متانه، هيقدر يقوم ويقف ويتحرك ويعمل كل حاجه. الليزر بقى، الليزر هذه الصيحة العظيمة كان ليها دور كبير في المخ والأعصاب. يعني الحقيقة الليزر في الجلدية، الليزر في العيون، الليزر في النساء، الليزر في العظام، الليزر في المخ والأعصاب اكتسح.
بس برضو يعني حدوده ايه؟ هو الليزر تولز وسيله زي ما بنقول كده يعني. فيه واحد عبقري تدوله كمبيوتر يقعد يشتغل عليه يحط لك برامج يعني زي ما انت عايز، وفي واحد بيستخدم الكمبيوتر على قده يدوب هو لكتابة رسالة أو حاجة. هو نفس القصة، هي تولز مع مين تقدر تستخدمها. الليزر بنستخدمه مع حاجات كتير جدا، ازاي نشيل غضروف لاصق ملتصق في التصاقات نتيجة جراحة اتعملت قبل كده وفشلت، ازاي نشيل غضروف داخل في قناة الحبل الشوكي ولازق جوه الحبل الشوكي في الفقرات العنقية مثلا، ازاي نستأصل الغضروف ده من فتحة صغيرة جدا دون احداث اي ارتباك للخلايا العصبية او للاعصاب المجاورة، ازاي نستأصل غضروف شابك مع الغضروف ده عصب وماسك فيه كويس جدا نتيجة حاجتين، اما ان المريض بقاله كتير جدا خايف يعمل عملية وسابه لحد ما الوضع تفاقم، او ان المريض ده اتعمل له عملية والغضروف رد عليه، او اتعمل له عملية وكانت غير كافية او غير كاملة. تالي الليزر هو بالظبط انا بشبهه بقول لو انت معاك كتاب فيه 200 صفحة وعايز تدخل بمشرط تقطع 20 صفحة بس بالمشرط عمرك ما هتعرف تجيبها بايدك مهما كنت دقيق، لكن باستخدام الليزر انت تقدر تدخل تقطع 20 مش 21 ورقة بس من ورق الكتاب، لانها حاجات محسوبه بمنتهى الدقه. المريض المصري عنده موروث اعتقادي انه هيعمل عمليه في الغضروف او يعمل عمليه في ظهر، ده معناه انه هيدخل اوضه العمليات مثلا من الظهر هيطلع بعد العشاء، ده رقم واحد، وهينام في المستشفى وهينام على ظهره وعلى حاجه خشنه او حاجه صلبه لمده شهر، وهيقعد بعيد عن شغله مثلا لمده 6 شهور ويمكن ما يعرفش يمشي تاني. دي المعتقدات الثابته عند كتير من المصريين. رئيس مجلس اداره زي بالظبط رجل عامل غفير شغال في شغل بسيط جدا وثقافته بسيطة. هو ده التجربة العلمية، أحسن مريض عندي هو المريض اللي شاف نتائج شغلي، اللي شاف عيان أنا عامل له عملية، هو المريض اللي جاء واختبر وشاف الوضع قدامه تجربة حية، هو ده المريض اللي نقدر نقول إنه هو شاف الأمور. العملية بتستغرق 6 ساعات، بتستغرق 6 ساعات، وحتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي كتير جدا من الجراحين اللي بيعملوا عمليات في العمود الفقري بيقعد 6 ساعات في تثبيت الفقرات اللي احنا انا بخلصها الحمد لله في ساعة وساعات ساعة الا ربع. تثبيت الفقرات مش بس استئصال غضروف، استئصال غضروف مع تثبيت الفقرات. كل ده ليه؟ ما هوش حاجة سحر، هي تكنولوجي، هو علم. زي بالظبط كده ما الطيارة بتقطع المسافة في وقت غير السفينة غير العربية غير الجمل، الدنيا بتتقدم. النهاردة السرعة بتختلف، بس كل ده محتاج ايه؟ بنيان وتجربة وخبرة من السنين عشان تقدر تصل الى السكيلينج او اللي هما بيسموه ليرنينج كيرف، ان انت تبقى وصلت للمنحنى التعليمي، ان انت تبقى خلاص وصلت لمرحلة ان انت تبقى بتدرب ناس تانية وبتصنع جراحين في هذا المجال. طبعا كل الشكر والتقدير لضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور ياسر الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره نيورو سباين للجراحات المتخصصه الاسم الشهير. نورتنا دكتور ياسر. الله يخليك. واكيد وي ويل بي باك اجين. الفينيرز او العدسات الخزفيه، ايه هي الفينيرز او العدسات الخزفيه اللي احنا بنسمع عليها دي؟ دي قشره صغيره خالص بنصممها بطريقه معينه هحكي لكم عليها في وسط ما احنا بنتكلم، بتوصل لنا لنتيجه كبيره، عشان كده احنا بنقول عليها ذا باور اوف فينيرز، قوه الفينيرز. العدسه دي بتتعمل عن طريق ان احنا بناخد مقاس، المقاس ده بنوصله على الكمبيوتر عن طريق السمايل ديزاين، بنبدا نعمل ديزايننج لشكل الاسنان اللي احنا عايزينها، وبيدي اوردر في الاخر للسارك ان هو يخرط الفينيرز دي او العدسات دي بسمك 0.4 او 4 من 10 من الملي. 4 من 10 من الملي ده يعني اقل من نص الشرطه الصغيره اللي في المسطره، يعني حاجه لا تذكر. طب احنا ليه بنتجه الاتجاه ده؟ في ناس بتقول لك احنا ممكن نعمل كراونز مثلا، في ناس ممكن تقول لك احنا ممكن نعمل الاسنان كلها نبرودها ونحضرها ونعمل عليها اي تركيبه ثابته توصل لنا لنفس النتيجه.
هو ممكن نوصل لكده هو. بس احنا دايما بنحاول نحافظ على الحاجة اللي ربنا خلقها لنا، الحاجة الطبيعية دي ما بتتكررش تاني. يعني ما ينفعش حد يقولك تعال غير لك دراعك وركب لك دراع صناعي مثلا. احنا بنحافظ على الاسنان، احنا بنحافظ على الحاجه اللي ربنا خلقها لنا. عشان كده عملوا الفينيرز. الفينيرز دي بتعالج لنا حاجات كتير جدا، بتجمل لنا الاسنان. اول حاجه هي بتعملها بتسد الفراغات ما بين الاسنان. في ناس عندها الاسنان بتاعتها شكلها كويس وحالتها كويسه والرصه بتاعتها جميله جدا، بس في فراغات ما بينهم دي موحشه الشكل شويه. الناس دي يا دوبك بنعمل تحضير او تخشين خفيف خالص لسطح السنه الخارجي، ده اللي بيتاخد له مقاس يخلينا نعمل له ديزاين على السمايل ديزاين، ونخرط له العدسات بتاعته اللي هي معمولة لسطح الأسنان دي بذاتها بالشكل اللي احنا رسمناه. طبعا الديزاينر ده لازم يبقى رسام في لقطة زي دي، لان هو مش بيعمل ديزاين وخلاص. مفيش حاجة اسمها ديزاين ينفع للناس كلها، هو لازم يبقى عامل ديزاين يليق على الشخص بذاته. يعني ايه ديزاين يليق على الشخص بذاته؟ ديزاين يليق على شخصيته، يليق على وشه، على ملامحه، على لونه، على طبيعة العمل بتاعته. يعني ما ينفعش نعمل سنان صغيرة لحد لراجل بيشتغل مثلا في مصنع، ما ينفعش نعمل الحروف بتاعتها تكون فيها راونديشن أو مدورة لراجل، ما ينفعش برضو العكس للستات، ما ينفعش تبقى سنة كبيرة وهي ست. احنا دايما بندور على الحاجة الطبيعية. لازم لما تبص للأسنان أو للضحكة دي تشوف الطبيعية، الرصة الطبيعية، مش حاجة قد مش لايقة على المريض ده. وبكده قدرنا نسد الفراغات. بنقدر نعالج بيها، هي جزء من علاج الضحكة اللثوية. الضحكة اللثوية هي ان المريض لما بيضحك بيبان منها اكتر من اللثة اكتر من 3 ملي. ساعتها بنعمل ايه؟ طبعا التكنولوجيا وصلتنا للليزر. الليزر ده قدرنا نرسم بيه اللثة حوالين الأسنان ونرفعها، يعني بنقص جزء منها من غير ما يبقى فيه اي مشاكل في اللثة او فيه دم كتير او حاجة، لان الليزر بيقص ويكوي في نفس الوقت. بعد ما بنعمل كده هو شكل السنة ما بيبقاش جميل، جزء من الجذور اللي هو بيبقى حساس شوية بيبان، فبنعمل له الفينيرز يبقى عندنا رصة حلوة. كمان الفينيرز هو بس مش تجميل، هو حاجة معالجة. يعني ايه حاجة معالجة؟ احنا بنقدر نعالج بيه كسر في السنة. يعني ايه كسر في السنة؟ زمان كنا اي كسر او شطف في السنة كنا بنضطر ان احنا نحضر بقية السنة ونركب لها طربوش. دلوقتي لا، دلوقتي لو عندي كسر اقل من نص السنة بنقدر نكمله بالعدسة بتاعته اللي هي شكلها بناخده من السنة اللي زيها الناحية التانية في نفس الفم، ونركبها ما يبانش منها اي حاجة وتقدر تستخدمها استخدام مظبوط. التسوسات اللي هي على السطح الخارجي للسنة كنا بنعملها بالحشوات التجميلية اللي لونها ابيض، بس مع مرور الوقت ومع شرب الحاجات الملونة لقينا ان بيحصل الحز او الفاصل ما بين الحشوية والسنة بيغمق، وده كان بيظهر السنة بشكل كبير جدا. فقدرنا ان احنا نعالج القصة دي بشكل دائم عن طريق ان احنا بنعمل عدسة بتحضير خفيف جدا، برضو بنعملها ديزاين، بس هنا بقى بنعملها ديزاين نفس شكل السنة اللي هي راكبة عليها، وتتخرط وتتقطع. احنا عندنا ميزه من اهم مميزات العدسات الخزفيه او الفينيرز، النو تايم. مجرد ما عملنا الديزاين بتاعنا احنا نقدر في خلال ساعتين ثلاثه نوصل للفينيرز ايا كان عددها. مستشفى بدايه، اكبر صرح طبي لاطفال الانابيب والحقن المجهري في مصر والشرق الاوسط. مستشفى بداية، ضحك الطفل تنور دنيتك. مركز وايتي، دكتور نور الدين مصطفى لتجميل وزراعة الأسنان، نخبة من أفضل استشاري طب الأسنان. وايتي، وي ديزاين يور سمايل. هذا البرنامج برعاية مستشفى الأمم، الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، المركز المتكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري. مع شايني وايت، ضحكتك تعبر عنك. السمنة هي المجرم الخبيث في رأيي جدا، دايما بيرتكب جرائم بس